التحية لكل شهداء الثورة السودانية على امتدادها، والتحية للجرحى وعجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا سريعا للمفقودين، وتحية خاصة جدا لشهدائنا الجدد في منطقة مناطق غربي دارفور، المواطنين الآمنين الغربيين في مزارعهم اللي تم اغتيالهم بشكل ممنهج وشكل كبير جدا، ولك الله يا دارفور. طيب في البداية يعني عايز الليلة مدخل من نوع بتاع الواجب يعني لا بد منه، واللي هو بيختص ب بيختص ب مسيرة أو الوقفة الاحتياجية وتسليم المذكرة بالنسبة لخريجين أو طلاب خريجين الهند على فترات طويلة جدا. ويمكن الناس ما بتعرف خريج الهند ديل هم من ذاتهم، وهذا تعريف واجب يعني إنه خريج الهند يعد عددهم بعشرات الآلاف، يتخطى 100,000 خريج. والدراسات في الهند من السودان تقريبا بدأت من الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات في غمتها والألفينيات وإلى يومنا هذا، يعني الآن يوجد آلاف الطلاب والطالبات من السودانيين في جمهورية الهند، ودي رحلة طويلة جدا وأسماء كثيرة جدا، والنادل قاعدين يلعبوا دور مؤثر وكبير جدا في الحياة الاجتماعية والسياسية في السودان. يعتبر الهند أو خريجين الهند هم في المرتبة الثانية بعد يعني بالنسبة للطلاب السودانيين الخريجين من الخارج أو خريجين من دول أجنبية، يعتبر طلاب الهند هم في المرتبة الثانية بعد مصر من عدد الخريجين، بدءا بأجيال أولى تمثلت خريجين الهند هم في الأساس طلب بتاع بكالوريوس، طلب بتاع ماجستير، وطلب بتاع دكتوراه. فيهم من خلص البكالوريوس بتاعه في السودان لكن خلص دراساته العليا في مثلا في الهند، منهم امثال دكتور المرحوم الدكتور الشريف التهامي، دكتور جيزولي دفع الله رئيس وزراء الفتره الانتقاليه في 85، وحاج كاشف دكتور حاج كاشف لها الرحمه، واسماء كثيره جدا اثرت برضه في الحياه الثقافيه والاجتماعيه، يعني منهم محمد حامد الجيزولي، منهم المرحوم علي الرحمة أخونا نادر خضر وخلافه، والأجيال تفرعت وكثرت، يعني منهم من لا نتشرف به في مواقفه الوطنية أمثال عبد الحميد كاشا، اليسع الصنديد، محي الدين عبد التام، الناس اللي اشتغلت مواقع ومنهم على المستوى الخارجية مثلا السفير مبارك محجوب اللي كان تم تعيينه ناطق رسمي للخارجية، ونتذكر قبل شهور برضو المذكرة والاحتجاجات بتاعت خريجين الهند للموقع ده حتى تمت إزالته من الموقع، والآن نواجه نفس المصير يعني، والأجيال طبعا نتوارث العمل ده لهم تأثير كبير جدا. طلاب الهند في الخدمة المدنية احتمال يكونوا هم في الأساس هم الشريحة الأكبر داخل الخدمة المدنية في السودان، وعلى مستوى أقل أو في المركز الثاني قياديا مثلا في القوات الأمنية والعسكرية إذا كان قوات مسلحة أو شرطة أو خلافه، كذلك بنقام في دور النهجر يشغلون المواقع المختلفة بما فيها المنظمات الدولية وكذا. فاليوم تأثيرهم كبير جدا، ويمكن هم الطلاب الوحيدين بيناتهم لحمة بتاع الترابط الاجتماعي وثقافة ممتد يعني أجيال وأحفاد وكذا، وبالتالي بنلقى مركزنا العامر أو دارنا العامرة في الخرطوم هي شاهد بشموخها وبأناغتها وبفخامتها، وإنها بتجمع الأجيال على مختلفة يعني على مختلف يعني مراحل يعني العمرية، يعني عندنا أصدقائنا وأخواننا وزملائنا خريجين الهند بأحفادهم بيكونوا في المناطق الأول الدار بتاع خريجين الهند في السودان أو مركز الصداقة السودانية الهندية في السودان، يعني لهم تأثيرهم الكبير جدا والإيجابي جدا في المجتمع. مع كثيرة يعني ما أنا ما بصدد يعني بذكرها بأننا ولا زلنا يعني طلاب الهند زملائنا وأخواننا وأصدقائنا لا زالوا يشغلوا يدعموا هذه الحكومة الانتقالية، أمثال دكتور جمال والصديق والحبيب مصطفى آدم، لا زال هم من ضمن كوكبة هذه الفترة الانتقالية، ولهم كل الدعم ولهم كل الحب ولهم كل التقدير.
في خدمة وطن. يبقى عندنا ياسر محمد علي، هو السفير ياسر محمد علي هو تعيين سياسي تم بعد الانقلاب 89 تقريبا بأسبوعين ثلاثة، وتعيين سياسي وتم يعني تعيينه طوال مباشرة سكرتير ثالث في سفارة السودان في الهند. عانينا منه في المرحلة ديك معاناة كبيرة جدا، وهو طبعا ذول منظم ومحذب من ضمن الكوكب بتاعت الهند، بل كان من أحد الناس المنصغين لما يسمى بأسبوع السودان في الهند لقوة أو لمحاولة كسر شوكة الصف الوطني في للدارسين بشبه الغارة الهندية من السودانيين والسودانيات في تلك الفترة. فكان اتباع السودان ده هو جندوا له الصف الأول من الحركة الإسلامية في بداية مجون يعني في سنة 90 و91. اتباع السودان ده كان بيهتموا به جدا، كان بيرسلوا له الصف الأول، كل القيادات الصف الأول في الحركة الإسلامية وهم من سنوين يزور السودان يزور الهند لمدة أسبوع ويقيم الندوات الهناية، وكانوا بيضربوا في هذه الندوات بالحجة وبالهناية بأنه هو الانقلاب انقلاب بتاع جبهة إسلامية. كانوا يستدعوا فيه كبار الفنانين، يعني يمكن ما في فنان ما جانا في الهند هناك، لا بدءا من سيد خليفة، ناصر عثمان مصطفى، ناصر عبد القادر سالم، ناصر كابلي، ما خلوا يعني الصفوة حتى بتاعت الفنانين الوقت ذاك يعني. فكانوا بيجوا مسترفقين معاهم الفنانين على اساس انه تطليف للاجواء وكذا. لكن لم تتكثر شوكة الطلاب السودانيين بشكل الغرب الهندية، وفي نفس اللحظة انه الموقف والاتحاد موقف مصادمة لفترات واحتصامات ويعني صراعات وكبيرة يعني كانت في الهند اليوم التقدير. الآن نحن بنواجه المشكلة الإشكالية بتاعت التعيين داخل وزارة الخارجية زيها وزي تعيين الوزراء اللي تم، أو زي إشكالية الولاة اللي تمت الآن. وطبعا كلمة ولاة دي أنا عليها عندها تحفظ، عندها تحفظ عليها، ما يعني هي يجب أنه نحن يعني ما نستمر في السلوك الكيداني ده حتى في المواقع. يا اخواننا اصلا هي كانت مديريات وكان بعد كده بقت اغاليم، وكانت اغاليم ومديريات واغاليم وكده، وبالتالي هي حاكم يعني حاكم الولايه يعني، ما لكن ما ولايه دي جابوها الكيداني، وهي اشاره لخلافه ولو لدوله اسلاميه وخلافه كده، فالناس تتوخى فيها الحذر يعني شديد جدا جدا. ما يعني الليله اللي هي الوقفه الاحتجاجيه غدا، ودي دعوه لكل طلاب الهند، وهم طبعا الاف الالاف موجودين ومؤثرين داخل الخدمه المدنيه في السودان، وبالتالي يعني اللي ما وصلت الدعوه وصلت الدعوه، الناس الموجوده على الاسافير، الناس المشغوله، الناس في الاغاليم حتى ما امكن الدعوه طبعا وصلت على تتمه الناس دي تكون متجمعه بكره امام مجلس الوزراء حتى تتم تسليم المذكره عبر مجموعه محدده تم اختيارها، ودي هي اللي حتمشي وزاره الخارجيه وتسلم المذكره بسحب موقع السفير من ياسر احمد علي. والغريب في الامر وده يعني الليله السؤال الكبير جدا لكل خريجين الهند، انه هو لجنه ازاله التمكين داخل وزاره الخارجيه هي عزلت ياسر يعني اسمه ضمن الكشوفات. كيف كان رجع للكشوفات وكيف كان تم تعيينه وانه يكون سفير في بخارست؟ ده سؤال كبير جدا وجوهر جدا من محور المذكره. تم التوقيع عليها، ودي بنطالب انه الناس بكره تكون يد واحده اللي هو الساعه 1 ظهر حيتم التجمع الاحتجاجي كما حدث في السابق في مسألة ناطبة من الخارجية مبارك محجوب، حتى بكرة برضو لياسر محمد علي. يجب الناس يعني تلتزم، ويجب لابد من تفعيل كل إمكانياتنا وطاقاتنا من أجل حماية هذه الثورة ومن أجل عزل عناصر النظام السابق. دي تكون الرسالة الواحدة اليوم. التحية شباب الهند، شابات الهند، الناس الشاخة، الناس الكبرى، الناس الشباب، الناس اللي لسه، الناس اللي لا زالوا بواقفوا في تعليمهم في الهند، لهم التحية والتقدير لمواقفهم الوطنية. وبكرة نتمنى أنه يكون الرسالة تصل على وجهها الكامل، المذكرة تصل على وجهها الكامل، وحنضغط في المدى. ياسر محمد علي يجب أن لا يسافر لبخارس، ياسر محمد علي يجب أن لا يكون ضمن وجوه الثورة وهو وجه للنظام الكالح اللي أزاغ السودانيين مر الليلين يعني. وكانت مدلة المحاباة، مدلة التقارير الأمنية، مدلة حرمان الناس من تجديد جواتها، كانت عوائق كبيرة جدا حتى في الأوفيات، حتى في الأوفيات. يعني أنا عندي تجارب يعني في في فيما حدث يعني في الهند يعني كذول يعني عاشرت الفترة دي وجزء منها ومن تفاصيل وكذا. فالمعاكسات حتى في لما توفى علينا طالب كنا بنعاني جدا إنه نستخرج خطاب حتى من السفارة. فالألم كبير والمواجهة كثيرة جدا جدا، ويجب
انه كل في رفقان كل طلاب الهند يجب انه لا تضغط من راسنا هذه المساله، ويجب انه نكون سند داعم وحقيقي وحامي لهذه الثوره عبر الوقفه الاحتجاجيه يوم غدا. طيب يلا المدخل، يعني في 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 حاجه دار يعني اقولها، اللي هي يعني اثناء تقريبا في شهر 4 اثناء الهجمه بتاعت الكورونا الكبيره جدا وازدياد حالات الاصابه في السودان، في قصه حقيقيه واقعيه، انا ما اقدر اذكر المنطقه لكن هي منطقتنا الشماليه بشكل عام، يعني ما اقدر اخش في تفاصيل، لكن هي قصه حقيقيه جدا في انه في انسان مريض وكان عليه شبهه الكورونا وتوفى لرحمه الله، وانه اهله كانوا مضطرين جدا انه يا اخي الناس يعني يجب انها شنو تتعامل مع الجثمان بشكل طبيعي جدا، كانه ما في شيء حدث والناس تدفين وتكون كده يعني وتكون في الفراش وكده، وده اللي حصل يعني، لان هي مثلا بتاعت انه ذي اللي كان في الفهم بتاع العار وانه مات بكورونا وما مات بكورونا، كانه بيجيب عار للهنا، كانه ما مرض يعني، كانه حاجه كده ده بتجلب العار وما عارف شنو كده للاسره وكده. المهم فرضوا الخيار ده وتمت الشكليه دي، وكان قبل الوفاه تقريبا بساعات ولا حاجه دي تم اخذ العينه للتيست يعني عشان يعملوا له الفحص انه يتاكدوا انه هي دي كورونا ولا ما كورونا وكده. فبعد الوفاه بيومين يعني في الفراش، اليوم الثاني في الفراش والله حاجه دي، ظهرت النتيجه بتاعت الفحص انه بتقول شنو، مو معروفه الترتيبات اللي حصلت لها شنو، لكن بيقول اوكي انه يا اخي والله تقول لا توفى ما بكورونا، وده الدارين الاسره. فلما طلع الخبر في الفراش قام حصل شنو، حصل طوال ضبائح جديده وكرامه وزغاريد، وتحول المعتم والفراش لمثل بتاعت احتفاليه يتوزع فيها ضبح فيها بهايم وتوزعت فيها حلاوه وبقت فيها مباركات وزغاريد انه الظل ده مات بدون كرامه، في حين انه كل الاحتفاليه دي يعني اصلا لشخص والرجل بجوار ربه يعني توفى، ربنا يرحمه يتقبل يعني، هو ذول توفى ما بيهمته يعني بعد كده الاشياء قالوا بعد موته ما بيهمها ثاني حاجه، صح؟ الضبع ما بيهمها، يلا هو اصلا مات وبقى في رحمه ربه يعني، الدعاء له الصالح بس الدعاء الصالح، لكن مع ذلك الناس دي تخطوا الحتات دي ونسوا المثل دي انه هو اصلا ميت يعني، عنده كورونا ولا ما عنده كورونا اصلا هي خلاص يعني، هي حاجه انتهت، حاجه انتهت يعني ما بترجع، حياته ما حترجع، ما حيكون جزء من المجتمع، خلاص ادى رسالته، ربنا خدم عنده. ده 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 ده, 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 ده طوالي مدخل بالنسبه لي تجمع المهنيين. تجمع المهنيين دي يا اخواننا توفى بشهاده رسميه، في توفى لرحمه مولاه يوم 11/4/2019. يعني قدم في حياته كثير جدا. قدم الكثير في اخرته، يعني ساهم في الثوره دي وفي قيادتها والى ان وصلت يوم 11 بنصر الجزء ده قلنا اللي بموجب سقطت عناصر النظام وقياده رموز النظام. وتوفى يوم 11/4/2019. حرر شهاده الوفاء في شهر 5 الفات. مع الجوطه بتاعت انه انتخاب ولجنه شرعيه وما عارف المحتل 6 والجوطه دي. دي كانت شهاده بتاعت تحرير الوفاء بس تم توثيقها. ليه؟ انا بقول الكلام. الان ظهرت للسطح هي نفس الضبائح وتوزيع الكرامه على تجمع المهنيين اللي توفى اصلا ليه وهات ماشي لسنه وثلاث شهور ولا اربع شهور، ربنا يرحم يعني. طلعت المثله بتاعت الكرامه وتوزيع الضبائح دي حتى الان مع توزيع مع مع مع, مع الحركه الشعبيه الشمال، حلو. لا تغني ولا تعني من جوع يعني، ولا تعني شيء. اصلا التجمع مات. يلا، ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده انه لانه تجمع المهنيين يا اخوان هو كان في قياده الثوره. وغيابه للثوره دي يعني له كل حبنا وتقديرنا وتمثيلنا وكل شيء، ما عندنا خلاف في الحته دي، وانه قام بدور وطني من الطراز الفريد والاول. وقدر يجمع قلوب الشعب السوداني حوله والالتفاف، وقدر ياثر وقدر يعني يثق بمرام الثوره دي بعد محاولات كثيره جدا قدمت فيها تضحيات كبيره جدا الى نقطه مهمه يوم 11/4. و11/4 دي يا اخواني يجب ان طوالي كان على تجمع المهنيين انه يتحول للمرحله الثانيه. ما هي مراحل، العمل السياسي مراحل، والمراحل دي بتضبطها حاله التوقيت السياسي. يعني هي مراحل لكن مضبوطه بحاله التوقيت السياسي. والمرحله بتاعت 11/4 كانت مرحله مهمه جدا. يعني طوالي انت عندك كل الحشود دي، يعني لما تجمع المهنيين
وحرية والتغيير رفضوا مسألة المجلس الأول بتاع منعوف. الناس طوال كانت معاهم والناس كانت مليون في المية روحها وقلوبها وتفكيرها وحياتها كلها خطت لهم في اللاين إنه يا أخي إحنا معكم. دي كانت المرحلة بتاعت التغيير. ودي كانت مرحلة التغيير ليه؟ وتجمع المهنيين تحديدا ليه؟ لأنه تجمع المهنيين كان عنده القبول الأكبر. ليه؟ لأنه الناس بتفتكروا إنه هو محضر سياسي، هم ناس مهنيين يعني ناس أفندية موظفين، كل ذول بيمثل الجسم بتاعه أو الظل بتاع النغابة بتاعته، إذا كان مهندس، إذا كان طبيب، إذا كان معلم، إذا كان عامل، إذا كان فلاح كده. يبقى بالفهم ده ذاته هي النقلة يجب إنها كانت تكون طوالي النقلة مع التوقيت اللي هي شنو؟ إعلان الشرعية الثورية. دي اللي فقدناها إلى الآن، اللي فقدناها إلى الآن. وبالرغم من العمل العظيم اللي قام به التجمع المهني، لكن هو المذول الأول عن غياب الشرعية الثورية. دي حيكون أي ذو يفهم. وغياب الشرعية الثورية إنه بعد كده حتى كل اللي بيحدث لنا حتى في المشهد السياسي وتسلط اللجنة الأمنية والميليشيات والكذا هو بسبب غياب الشرعية الثورية. والشرعية الثورية دي كانت تجب إنها تنفذ في 11/4. ليه؟ لأنه أصلاً تجمع المهنيين، وكلمة تجمع المهنيين يا أخواننا هي اسم بتاع ظرف استثنائي. أصلاً نحن 30 سنة بتاعت الانقلاب دي، لما الانقلاب ده جاء قام أول حاجة عملها ضرب النغابات دي، حلاها، احتغل قياداتها، صادر ممتلكاتها، شرد الناس، وبالتالي أصلاً هي خطفت وقلعت يعني مع الانقلاب دي، ما قلع الوطن ذاته. وبالتالي أنت أول تثبيت للشرعية الثورية إنك بتاخد طوال لجان المقاومة، لأنك أنت جسم تعطل، لازم تطلع من الظرف الاستثنائي. يعني إثم كلمة تجمع المهنيين هو إثم بتاع ظرف استثنائي ومرتبط بفترة حكم الكذا، لأنك أنت نغاطك اتقلعت وما عندك يعني لابد تبدع في شكلية الوسائل، وكان الإبداع في شكلية الوسائل إنه يكون عندك جسم بتاع ظل. أنت الليلة ضغطت النظام ده ولبي مستوى السقوط الرمزي لرموزه، أنت طوال تبدأ في الشرعية إنك أنت تستعيد نغاطك دي. نغاطك دي هم ما شالوا منك بانتخابات. عفوا. ما شالوا منك بانتخابات، ما شالوا منك بممارسة الديمقراطية، هم قلعوها قلع كده رجال. أنت بتطبق الشرعية الثورية. هم كانوا سموها دي الشرعية الثورية بتاعت الانقلاب، خلوها دي الشرعية الثورية. نحن عندنا ثورة بتاعت الشعب، ودي الجهة الوحيدة اللي هي يعني بتشرع الشرعية الثورية بتاعتها. يجب انه كانت تجمع المهنيين 11 طوالي، عدد ما كبير يسوقوا الجامعة معهم، واي ما تمشي شيء يطلعوا النقابة بتاعتهم طوالي، يمشوا يخشوا يطلعوا النقابة بتاعتهم. ده العمل الثوري كده. وقوم اعلن طوالي انك انت من الليلة فصاعدا ما يسمك تجمع المهنيين، انت اسمك تجمع النغابات. ده الاسم الحقيقي. انت كنت الظل، لكن انت الليله ما ظل، انت الليله السيد، انت صاحب الحق، انت قلت بحقك. دي الشرعيه الثوريه. والشرعيه الثوريه مش في تحويل الاسم فقط انه يكون تجمع للنغابات، لانه تجمع النغابات دوره ماذا يظل؟ يعني هو ده اللي بيخلق الحمايه الحقيقيه جدا للثوره. ليه؟ لانه نادي أصلاً موجودة في الوزارات وفي الهيئات وفي المؤسسات وكده وكده، عارفين منو اللي تعين سياسياً، وعارفين منو اللي تعين بالتمكين، وعارفين منو يعني عارفين الخبايا وعارفين التفاصيل. يعني دي الأكتر ناس. يعني أنت لما تعيد نغاباتك دي، أي نغابة تكون مذولة من شنو؟ من هي ذاتها اللي بتكون لجنة إزالة التمكين دي، يعني عندها التفاصيل الأكتر، وبالتالي أنت بتكون خلقت حماية للثورة، بتكون خلقت حماية للثورة، وبتكون طلعت واعلنت انه السودان في مرحله الشرعيه الثوريه. السودان خرج من الظرف الاستثنائي فرضوا عليه النظام الكذاني لمده 30 سنه لسودان الثوره. دي كانت الخطوه. ما تمت معناها شنو؟ انت يعني خلاص انت مشيت في المرحله، لكن ما قدرت تتطور، ما قدرت تستجيب مع التوقيت السياسي في 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 في, في مراحل ذاتك، يعني ما قدرت انت تتدرج. وبالتالي كانت دي اعلان الوفاء. والكلام ده انا قلته يوم 11، رسلت في رسائل صوتيه وعملت لايف هنا انه تجمع المهنيين، ماذا يجب على تجمع المهنيين؟ انه التحويل خلاص انه اسم تجمع المهنيين، وبالتالي اوضح تجمع المهنيين فتره اثنائيه، وفرض علينا باسم غياب الشرعيه الثوريه انه السودان لا زال ما سودان الثوره، السودان لا زال السودان
الضفه الاستثنائيه. ليه؟ لانه اثر الممارسات اللي بنشوفها من كل الحياه، يعني الامنيه ومزله الزواحف ومزله الفساد ومزله السيطره على الخدمه المدنيه والمؤسسات العسكريه ومزله ارتفاع المعيشه، مزله الانفلات الامني زي ما بيحدث هسه في غرب دارفور وفي غرب الخرطوم وفي نجد وما عارف شنو بتاع ده، هو بوضح لك شنو الاستمراريه بتاعت الحاله بتاعت الطرف الاستثنائي اللي خرجت السودان عن بكرة أبيه عشان يعلن نهايتها. لكن تجمع المهني ما كان كمان بشنو، بالرغم من اللي بدور عظيم جدا أثناء الثورة، لكن ما بعد الثورة ما كان بغامض وحجم الثورة دي. ومن هنا بدأ التصدع، بدأ التصدع الأضعف كل المؤسسات اللي ارتبطت في صناعة الثورة وحمايتها. يبقى ما يحدث الآن من تجمع وإنه يا أخي يوقع اتفاق ما يوقع اتفاق، يا أخي تجمع المهنيين ده الليلة لو عمل حفل شاي ما بيلقى 100 نفر، ما بيلقى 100 نفر. ده الواقع، ده الشاهد، ودي الحقيقة بتاعته. حقيقته مرتبطة بالتسلسل الزمني بتاعه ده وبفضية عمله هو ذاته. وبالتالي التجمع المهنيين لا يؤثر، وأصلا هو ما جزء من الحرية والتغيير ولا من مجلس المركزي من فترة طويلة جدا، من فترة طويلة جدا أصلا هو ما موجود. الحرية والتغيير برغم ضعفها وهشاشتها ومحافظتها ومرضها التغليد اللي بتحمله الأحزاب السياسية وتفككها وعدم قراءاتها الصحيحة وعدم يعني حتى استيعابها لمسائل التوقيت السياسي ومراحل والتكتيك بتاعه شنو الاستراتيجي منه شنو، إلا إنه هم لحالهم يعني التجمع المهنيين ما يجزوا منه، ما يجزوا منه. وتجمع المهنيين دي أخوانا بتضل لأنه أصلا هي يعني أصبح شنو يعني القوم والقاعدة بتاعته ديك تلاشت بعد 11/4، وبالتالي أصبح ما عنده تأثير في الحياة، ما عنده تأثير. والليل إنه محاولة أي حزب سياسي يراهن عليه أو يحاول بقدر السبل إنه يتملكه ومستكر إنه بالعظم والقوة بتاعت الفترة بتاعت الثورة، يبقى هو حزب خارج التاريخ نفسه. وأصلا الأحزاب دي هي خارج التاريخ يعني كقراءة ليها كده ده، بس نحن ده ما زمن ضريبة، نحن بس في زمنة إنه الثورة بتاعتها تكون بالشكل كيف. وبالتالي المثل بتاعت الشاهد على تجمع المهنيين اصلا حقيقته هو اصلا ميت. ومثلت الزغاريد ومثلت توزيع الحلاوه وضبح الضبايح في الفراش اصلا هو مات، يعني ما حتحيه، ما حترجع تجمع المهنيين الليله ثاني، خلاص مشى. واعلان الوفاه كان في شهر 5، يعني هو كان بيطبطبته دي كده، ما اصلا ما مشارك لا على مستواه الداخلي هو في عمله ولا على مستوى مشاركته داخل المجلس المركزي بتاع الحرية والتغيير. وبالتالي اصلا هو يعني فقد الشيء لا يحكيه. بالتالي لو وقعوا مع الحلو او ما وقعوا مع الحلو هم ما اصحاب تاثير. ولا الليله في 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 القراءه الليله بتحصل دي انه هو ذاته انا ما اعرف، مع تقديري لنا الحلو، لكن قراءته للمشهد شنو انا ما فاهم. لكن ما اعتقد انه يعني توقيع مع تجمع المهنيين برضه بعقليه نفس الحزب السياسي الليله اللي بيدعم بشكل اعمى. ليه؟ لانه هو خارج التاريخ، خارج التسلسل بتاعه وقراءته السليمه ووضعه الحقيقي. وبالتالي افتكر انه ده نمر حقيقي ما نمر بتاع ورق. وبالتالي ده الخروج، ده الخروج عن شنو المألوف ذاته. وبالتالي اي مراهن على تجمع المهنيين بتاع الخروج يعني، لان هي المساله هي المراهنه ذاته. تجمع المهنيين ليس دوره ذاته المهني اللي كان ممكن يتحول به للنغابات، اللي كان ممكن يحمي به الثورة، وكان ممكن يلعب به دور رائع ثاني مختلف يعني. بس انت ما هتطلع من اطار اللعبه دي، لكن هتكون بس بالاسم، من اسم بتاع ظرف استثنائي لاسم بتاع ثوره، من اسم تجمع المهنيين الى تجمع النغابات. ده كانت المرحله الاولى، التوقيت الاول اللي هو كان بيثبت لنا الشرعيه الثوريه. ولو كان تمت الشرعيه الثوريه، تثبيت الشرعيه الثوريه بعمل رمزي ليها بس باستعاده النغابات، كان الثوريه تطبقت على كل المناحي، كل المناحي، وما كان شفنا العساكر الليله بالقوه اللي جوها من ليه، لانهم بتثبوا من كل حاله ضعف للتكوين بتاع الحريه والتغيير ومكوناتها، هي بتعني دفع بتاع قوه لشنو؟ للجنه الامنيه. ده المختصر بتاعها كده. وبالتالي يعني تجمع المهنيين هو بس يعني ضبح ذبايح وهنا الجسم اصلا مات، لا يمكن ان يعود ولا يمكن يعني خلاص، هي اصلا ظرف تاريخ محدد اتلعب فيه دور محدد وانتهت معاه، لانه ما كانت في مقاومه الاستمراريه. ليه؟ لانه ما كانت في
الاستعداد او القراءه لانه شنو هي؟ نحن حنمشي كيف؟ وحنصل وين؟ ومراحل المرحله دي شنو؟ والمرحله الجايه شنو؟ ما كان في الكلام ده. وبالتالي شنو؟ بالتاكيد اذا انت ما بتفكر لخطوه بكره بالتاكيد انك ما حتصل. ده الشاهد، دي الحقيقه على الشيء اللي بيحصل. ثاني داير اتكلم عن الولايات، حيكون لغايه ما وصلكم للمرحله اللي في ناس منتظره اللي هي المساله بتاعت الحديث حول الولايات والتعيين اللي حصل على المستوى اللي حصل بيوم. يا اخوان هو اصلا دي سلسله من سلسله التعيينات اللي قاعده تحصل على مستوى الوزراء، على مستوى الخارجيه، على مستوى التسميات اللي هسه ما تغيرت. يعني اول شيء انا بطالب به زي زمان الناس، يعني قبل اسبوعين ثلاثه لما شالوا مدير عام الشرطه بشاير، الناس كانت بتتكلم انه بشاير. نحن قلت هي الاشكاليه وين؟ الاشكاليه انه مش شنو بشاير، الاشكاليه في انه الموقع لانه تركز فيه السلطات. وهسه الاشكاليه في انه مش الولاه ذاته، يعني انت لما تقول كلمه ولاه دي انت قاعد تخلق في استمراريه للنظام السابق، بتركز وبتحاول ترسخ لفهم الاستمراريه بتاعت النظام الفارغ، وبترسخ لشنو؟ لحاله الظرف الاستثنائي اللي عايشينه. نحن عمرنا ما عشنا ولا جانا احساس انه نحن عايشين ثوره، لانه اصلا الحاجات الرمزيه ليها او المدخل الرمزي ليها غايب من القياده بتاعتنا او اللي بتمثل قياده الثوره. وبالتالي هسه بتجينا كلمه الولاه، تعيين الولاه في حين انها اضطرت تكون حكام. ما هو تسلسل نميري كان سما اسم، والفتره الديمقراطيه دي يعني كانت واصل عليها اصلا بسموه حاكم، وهي ذاتها ما ولايات، هي تسمى ترجع لاغاليم او مديريات والله حاجه دي، لكن هي ما اصلا ما ولايات. ولا في حاجه اسمها الوالي، الوالي دي كلمه بتستمد جذورها من حاجات ثانيه لها ارتباط وثيق جدا بالنهج الايدرجي بتاع النظام بتاع كذا. وبالتالي اصلا التسميه غلط، والناس الحريه والتغيير ما المفروض تمشي معها اصلا. لكن لان الحريه والتغيير كمان فقد شيء لا يعني ما عندها، يبقى بالتالي اللجنه الامنيه حتكون متحكمه في مصيرنا كذا. يلا السؤال بتاع الشاهد وهنا. طيب احنا هسه صراعنا كثوره يا اخواننا، صراعنا كثوره بتمثل في ثلاث اشياء. خلينا انا حقوم ادمج فيه حاجات محدده، اللي هي اذا اخذنا اللجنه الامنيه، واذا اخذنا التمكين بتاع النظام داخل مؤسسات الدوله، واذا اخذنا المساله بتاعت الترابط بيناتهم، بنلقاهم شيء واحد. يعني اللجنه الامنيه والكيزان تسميهن الزواحف تسميهن اي شيء، والتمكين الداخل الدوله دي كتله واحده. وعندنا الكتله الثانيه هي كتله الحريه والتغيير بتحالفات العريضه دي، حريه والتغيير. وعندنا الكتله الثالثه هي الاصغر حجما لكن الاكثر تاثيرا، اللي هي دي شنو؟ كتله المجراه. دي الثلاثه كتل. وانا يعني حاجه لي حته بتاعت تعبير في من الاذن اللي وردت لي في الهناي عن 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 المساله بتاعت ايديا. بس قبل ما اخش في المحاور الثلاثه دي، المساله بتاعت ايديا يا اخواننا هي ما اسسها حمدو زي ما كتب لي هنا انه التمكين وما التمكين، لا ما عندها علاقه بالحته دي. هي دي منظمه دوليه، انا عندكم الخلفيه بتاعتها، هي منظمه دوليه وانشئت خصيصا في 95، ده كان الهدف من انشائها بدعم اوروبي كامل متكامل من دول على راسها السويد وسويسرا وكذا. دي المهمه اللي انشئت من اجلها اللي هي لدعم العناصر القياديه الشبابيه في جنوب افريقيا، لانه اتضحت لهم التجربه بتاعت الفتره بتاعت رئاسه نيلسون مانديلا في جنوب افريقيا، رئاسه في انه الناس دي الافارقه الحقيقيين بتاعين البلد، الناس السود بتاعنا دير ما عندهم اي علاقه، ما عندهم اي خبره، ما عندهم اي يعني ما تدربوا اي تدريب لانه يكونوا هم شنو في قيادات لمؤسسات الدوله. وبالتالي دي كانت هنا دي كانت الشكوى بتاعت نيلسون مانديلا، لانه كانوا خارجين من فتره التفرقه العنصريه بتاعتهم دي والمآسي بتاعتهم واحتلالهم ده كده. وبالتالي شنو دي كانت اصلا الهدف الاساسي من اجله اتكونت المنظمه بتاعت ايديا. وكان تم اختيار لها رئيسها اللي هو كان شنو عبد الله حمدوك، وكان في جنوب افريقيا قلنا هم هناك بمؤسساتهم هنا.
ولكن حمادوك هو من عب ناس مؤثرين جدا. قام اللي هي الحاشية الليلة هذه، وفي ناس بتتكلم هنا صحيح. الشخدر بيلعب دور أساسي، له تأثير كبير جدا. أبو سيل له تأثير كبير جدا. طلع عوض له تأثير كبير جدا. لكن الناس ناسية دور مؤثر تأثير أكبر من الحياة دي كلها، واسمه عطا بطحان، وده الهدف على رأس المنظمة. والمنظمة دي خشت وقدرت دربت وأهلت العناصر الكيدانية بسموها الشبابية دي. يبقى هي مش تأسست باسم حمدوك، لا، هي تأسست تأثير دولي والدعم بتاعها دولي، يعني بعشرات الملايين سنويا للمنظمة دي. يعني ما هو عمل، ولكن الناس دي هم نقلوا، هي أصلا التجربة ما للسودان ولا عندها علاقة بالسودان، لكن somehow إنه حمدوك قدر عمل لها شنو؟ عملها في السودان، وإلى الآن شغالة. وأنا على الاتصال قبل يومين، إلى الآن مقرها موجود في شارع 15 الإمارات. دي بس كخلفية للناس اللي بتقول إنه يا إخواننا ليه المنظمة دي لجنة التمكين ما عندها علاقة بالحتة دي، ما عندها علاقة بالحتة دي، لكن هي الدور اللي قدمته ما أعتقد إنه هو كان متضامن أو كان متعاطف أو كان داعم لقضايا الشعب السوداني. أنك أنت بتأهل في عناصر عادة تستمر إلى الأبد في الحكم، ده كان الخيال بتاعهم، ده كان التفكير بتاعهم، ده الترتيب بتاعهم. وبالتالي الناس اللي كانوا بتدربوا دول هم الناس اللي الشعب السوداني كان ضحية لممارساتهم ولعنجهيتهم ولخلطتهم ولكده. دي خلفية ومدخل. يلا أنا أرجع للحتة بتاعتي اللي هي بتاعت المسألة بتاعت الثلاثة أطراف دي اللي هي شلة المزرعة. طيب شلة المزرعة، أنا لما الموضوع بتاع شلة المزرعة ده الناس كلها عندها عنه خلفية بسيطة، ما كان بالشكل هنا ذاك، لكن أنا بعد ما تكلمت عنه لأن الناس كانت خايفة من مسائل التخوين وكده كده كده، حتى بعد كده حتى انتشروا مال العصافير والناس بدأت تتكلم بجراءة أكثر، تظهر معلومات أكثر، أو على اللي قال يعني في ناس طلعوا صور جديدة وكده. شلة المزرعة لا يمكن التغليل من دورها وتأثيرها عن قاعدة تلعب، وهي في نفس اللحظة يعني الجروب بتاع قوى الحرية والتغيير هو منقسم على اثنين. فيهم من يدعو بالفهم التقليدي اللي كنا بنقوله قبل سقوط النظام اللي هو الهبوط الناعم، وفي قوة تانية هي بتتوحد مع مطالب الثورة جملة وتفصيلة بدون تنازلات بدءا بالمحاسبة وكده وكده. وفي المزرعة، وده زي ما بسمونه الليبراليين الجدد أو النيو ليبرال، ديل عندهم تفكير تاني. التفكير ده تاني، هم عندهم الفلسفة بتاعتهم بتتبني على انه هم من يغرر مصير السودان ده، وبالتالي يخلقوا كيف حالة التأثير الأكبر على اللجنة الأمنية باعتبار انها عندها السلطة عندها القوة، ويخلقوا التأثير على القيادة المدنية للثورة الممثلة في الحرية والتغيير. ده هنا يعني هم ما متعاطين مع الحرية والتغيير، ولا يعني متعاطين مع الثورة بشكل عام ذاك، رغم انه هم ناس ما عندهم هم ناس يعني الخلفية بتاعتهم كده ما عارف انا اوصفها كيف، لكن ناس هم ذاتهم بتطلعوا لشنو حياتهم دي ما قاعدة تتسجل مع الثورة او مع مطالبها، وبالتالي بينقى حتى العنجهية دي الناس بتتصدم بعد اخر مجلس الوزراء، او كأنه الكيران حاكمين وبيعرفوا يلعبوا مع بين الشعرات. يعني ما حتة طبيعية بالنسبة، لأنه مثلا المواطن السوداني الليلة يعاني كل يومين كده الكباري مقفلة وما عارف شنو، لأنه الزاحف عندهم هنا. ما أنت الزاحف ده أنت ما طلعت قانون صح، وأنت جرمت الحزب السياسي ده وأنت صفيته وقلت إنه بالقانون كده ما يقوم بنشاط ما يقوم بكده، طب أنت بتقفل الكباري ليه؟ انت ليه بتحاسب الشعب السوداني كله عشان التنظيم اللي انت عندك قانون ضده؟ انت ليه ما تخلي الناس يطلعوا ككككك ومقبضون لانهم خالفوا القانون وبتاع وهم يدون السجن مره واحده؟ لو عملتها ثاني ما بتحصل، ما بتسمع للثاني بكلام زي ده. انت يبقى انت مذول من هيبه الدوله. هيبه الدوله معناها انت تنفذ قانونها، تنفذ القانون اللي انت جبته قاعده تحميه وتنفذه عشان تخلق هيبه للدوله. ده كله بترتيب، بترتيب انه لا زال الناس دي هم خطوهم لنا كده كشوكه حوت، يعني انه حاله بتاعت من حالات التخويف العام، انه الكيزان موجودين، الكيزان مترصدين، صحيح، لكن الكيزان دي هم ما بترصدوا، هم ما بيقدروا يعملوا حاجه ما لم اصلا يكون في دعم ليهم.
والدعم ده نحن بنشوفه قبل ما يمثلنا هو انطغاس لهيبة الدولة عموما، بالتالي يجب انه المراعاة. طيب يلا الصراع ما بين الثلاثة دي، اللجنة العسكرية أو اللجنة الأمنية هي مسيطرة على عصب حياة الثورة دي، مسيطرة على الأمن ومسيطرة على الاقتصاد، وديل العاملين الأساسيات اللي ممكن يحلوك انك انت يعني تمشي طريقة الحكم كيف. الحرية والتغيير في كثير من الأحيان بتم تجاوزها أو حتى ما بتم استشارتها، يبقى اللعبة أصبحت ما بين الأساسية ما بين اللجنة الأمنية والحاشية أو الشلة حول الحمدوك أو شلة المدرعة كما صلى عليها، وديل ما بيناتهم هنا. إذا جينا لمسألة التأهيل ومسألة التفكير وكده، طبعا ما في مقارنة بين اللجنة الأمنية وما بين الشلة، دي شلة مؤهلة جدا أكاديميا خبرة، يعني بيعرفوا بيتعاملوا، يعني اللجنة الأمنية ما بتاكل معهم عيش في المسألة دي، وبالتالي سخروا إمكانياتهم إنه يدعموا بها ذاته اللجنة الأمنية. مثال من غير شواهد حقائق، إنه هم سلموهم الملف المعيشي، سلموهم الملف بتاع السلام، يعني سلموهم الاقتصاد كويس، سلموهم مثلا إنه شنو؟ إنه هم المرجعية الدستورية بخلال إنه شنو ما تكتمل السلطات بتاعت السلطة التنفيذية دي. في الأهم منهم مجلس التشريع، وده على حسب تطريحات على الرئيس التنهوري، ما أعتقد إنه قال شنو؟ إنه النادي السائلي إنه يعني ما يتنفذ المجلس التشريعي. يا إخواننا غياب المجلس التشريعي في الفترة الانتقالية بيعني فشل وانهيار تماما إذا ما في مجلس تشريعي، لأنك أنت دي ما فترة انتقالية، دي فترة عسكرية كاملة الدسم، انك انت هم المرجعيه الدستوريه اللي لاي حاجه هم لازم ترجع لهم، لازم ترجع لهم. مثال قريب يعني حمدوك ده حاول حسب معلوماتي انا حاول مرات عديده في انه مثلا يشيل ابراهيم جابر من السودان تاني، لان عنده مصدر اقتصادي ضخم جدا، وفي نفس اللحظه شنو ذكر الاشارات والخطابات بتاعت انه يشيل الدول ده، لازم تتم لها مصادقه من مجلس السياده ومن المكون بتاع اللجنه الامنيه نفسها العسكري، ده اصلا رفضوا الخطاب بيمشي المفروض الظل ده ان شاء الله لصالح العام، لكن ما في ظل بينفذ. هي نفس مشكله بشائر لما الناس طلعت ملايين مليونيات مواكب، نفس الاشكاليه ده شاهد. يلا الحاجات دي كلها بتعمل مباشر جدا من الحاجه بتاعت حمدوك دي، لانه هي النزل وين؟ نزل اذكى جدا عشان يمرروا حاجاتهم، لابد كمان يمرروا للجنه الامنيه او يدوا اللجنه الامنيه الشعور بالعظم، حتى انه الحاجه اللي دارينها تمشي بتمشي، والحقيقة ما دارينها تمشي ما بتمشي، ودي الإشكالية هنا، دي الإشكالية دي العائق الليل، وده الصراع من الثلاثة. يبقى يلا لو أخذنا الثلاث مكونات دي نقوم نشوف يلا المكون الأقرب للثورة، حرية والتغيير، اللجنة الأمنية، والشلة دي، مين هو الأقرب للثورة؟ الأقرب للثورة للأسف الشديد لا يملك قوة اقتصادية ولا يملك قوة أمنية أو عسكرية، ديل الاثنين ما بينهم، وديل منو؟ ديل الحرية والتغيير. شلة المزرعة أذكياء جدا في إنه يعرفوا يمشوا حاجاتهم وأجندتهم كيف مع اللجنة الأمنية، من خلال تسهيلات محددة للجنة الأمنية، وقلنا الشواهد والحقائق تسليم الملفات دي كلها لهم. كلها لهم. وبالتالي سلموا الفترة الانتقالية كلها من إنها فترة الناس بتطلع لأنها تكون فترة مدنية تحولت إلى فترة انتقالية عسكرية. كاملة الدسم، لأنه عندهم الصلاحيات، اي هم المرجعيه الدستوريه والقانونيه وفقا للمرحوم الوثيقه الدستوريه، هم من 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 يضبط على كل المؤسسات الاقتصاديه وكذا، لانه الليله الازمه الاقتصاديه والمعيشيه والضيقه اللي يفترض انها يكون عندها مفوضيه، ده في يدهم هم دي في صلاحيات الحكومه الانتقاليه، لكن لا هم ودوها هناك، ليه؟ ده كله هي مسائل بتاعت انه خط المواطن السوداني ذاته في حته كده هنتكلم عنها لاحقا. طيب عندك الحريه والتغيير، انها هي ما بتملك لا 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 لا, لا قوه اقتصاديه ولا قوه بتاعت عسكري، لكن بتملك القوه الاكبر، والقوه الاكبر شنو هو؟ الشارع. لكن هل الحريه والتغيير والشارع هم على صيغه زي ما كان مثلا في السابق قبل مثلا سنه لما العسكر ده حاولوا يفرضوا خياراتهم والتوجه العسكري الكامل، وانه والحريه والتغيير قامت طلعت وقالت يا اخواننا هي ده الحافظ، وقامت حصلت المجزره بتاعت القياده العامه وكده، شفنا انه الشعب السوداني ده كان خلف
الحرية والتغيير كيف؟ يوم 30/6 اللي قامت خلقت الفارق وقامت هيئت القوة الحقيقية، هي القوة الحقيقية للشعب. طيب يلا اللجنة الأمنية هي تملك القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن مع ذلك هي ما عندها نصيب في الشارع. طيب الحاجة بتاعت حمدوك، الحاجة بتاعت حمدوك كانت بتراهن على مسألة القبول والتوفيض اللي كان بشكل يعني مطلق لحمدوك، حاولت تلعب عليه. اللعبة خلاها في مرحلة التصادم للتالي، بالتالي أصبحنا نتحدث عنها في العلن وفي تعريرات في التعرية بتاعتها وفي مواقفها اللي بيقوم تتخذها. يبقى أن إحنا في الثلاثة كتل دي دايرين نشوف الخيار اللي الليلة هو بيمثل لنا الثورة. ولما نعاين المسألة دي بنلقى الخيار بتاع المسألة الثورة. أولا الشواهد والحقائق اللجنة الأمنية طبعا معروفة، الحاشية بتاعت حمدوك دي الكلام كتير ووصلت حقائقه، لكن نمسك الحرية والتغيير. الحرية والتغيير هي تحالفات ما للأحزاب السياسية بس، حتى في قوة مدنية وكذا، لكن هي ضعيفة، هي مفككة، هي بتعاني من الخلاف الحاد جدا الأيديولوجي ما بيناتها، هي بتعاني من صراع المحاصصات، هي بتعاني من أمراض الأحزاب التقليدية اللي أصلا حاملاها، وبتعاني كمان شنو من تشرب السلوك الكيزاني. يعني كلها دي صفات بتنهيك، يعني ما بتلقى عليها الدعم، لكن مع ذلك هي من إنها هي تحتاج الدعم الحقيقي، لأنها هي بتمثل الثورة، وبتمثل الثورة مش بالشكل بتاع الشارع، إنه نحن الليلة محتاجين نقوم الحرية والتغيير وندعمها بالشكل المطلق اللي كنا بندعمه زمان لتجمع المهنيين، اللي كنا بندعمه زمان لحمدوك، ده يجب إنه يتوجه بشكل أساسي كل الدعم ده للحرية والتغيير، ولسبب بسيط جدا، في إنه أي يعني الليلة بالرغم من التفككات والمرض اللي بقوله أنا ومسلم به وأنا كشاهد وشواهد والناس كلها مؤمنة به وعارفاه هنا، لكن الحرية والتغيير تمثل هي الرمز للثورة دي. إذا أخذناه بالشكل الشعبي، وإذا كمان إذا أخذناه بالمستوى الرسمي أو القانوني، لا هم دي الجهة الوحيدة المعترف بها العالم، هي من وقعت على ميثاق الشراكة مع اللجنة الأمنية. جهة الوحيدة دي عندها شراكة رسمية، العالم ده كله معترف بها. وبالتالي بالقانون بتاع العالم ده والوثيقة في 17/8/2019 هو ده بيمثل شنو ميثاق. والميثاق ده الليلة الحرية والتغيير يجب انها تكون ملتزمة به لأنه وقعت عليه دوليا. كان في احتفالية وكان في حضور دول، كان موجود، كان منظمة الاتحاد الافريقي، كان دول الجوار، كان دول المنطقة، إضافة لأنه شنو؟ وأصلا حتى الاتحاد الافريقي كان ماخذ التفويض الكامل من الأمم المتحدة في أنه هم من يسيطر على المشهد السياسي اللي كان حاصل في السودان. وبالتالي كده ميثاق دولي، أنت ما بتقدر هنا، لازم أنت تتعامل به. وبالتالي التعامل ده بس احنا ما دارين نكون التعامل بتاع التراخي، انما التعامل بتاع القوه برضه، يعني دارين الحريه والتغيير تصل المرحله بتاعت انها هي عندها القوه الاقوى. صحيح العسكر عندهم قوه عسكريه وعندهم قوه اقتصاديه، الحريه والتغيير الليله ما عندها قوه، يجب انها تلقى القوه الاكبر، والقوه الاكبر هو الشارع. الشارع لما يدعم الحريه والتغيير بالشكل المطلق زي ما كنا نحن ندعم تجمع المهنيين، وزي ما كنا هناك لانه تجمع المهنيين انا متخلي له انه مات الناس تتجاوز خلاص، رفعنا الفاتحه ورفعنا الفراش، الكلام ده له سنه وثلاث شهور، يبقى نحن نكون مع الحيين دي، الحيين اللي لا زال فيهم النقط بتاع الحياه، محتاجين مويه نسقون كده ده عشان روحهم تترد لهم ونعمل لهم هنا مساج كده لقلوبهم بتاع هنا نعيد لهم نبضه كده بتاع هنا، هي الحريه والتغيير. هي الحريه والتغيير. والحريه والتغيير دي لانها هي بتمثل لنا المعادله الحقيقيه. والمعادله الحقيقيه دي اذا توفرت لها القوه الكامله بتردع القوى العسكريه والقوى الاقتصاديه، هم البشر. هم شارع السودان، هو الشعب السوداني، يجب ما تجدوا للحريه والتغيير. يبقى على الحريه والتغيير رساله مهمه جدا. هي يجب انها تخلق المدخل بتاع الدعم ده. لان هي دي المعادله كده، انه هم يعني رسميا وشعبيا هم بيمثلوا رمز للثوره. برغم ضعفهم وبرغم امراضهم وبرغم حاجاتهم دي. وبالتالي يجب انه علينا ان احنا طوالي نقوم نتجه لمسألة دعمهم، لكن مع شرط انه هم لابد من يخلقوا وحدة داخلية. صحيح هم بيناتهم ذاته
انا يعني في مقدمه كده مهمه انه بقول انه المثل بتاع التوقيع عن ميثاق ذاته بتاع حريه التغيير في 1/1/2019 هو اتى بخلفيه مختلفه جدا. يعني اذا مسكنا التحالفات العريضه والكبيره في داخله السياسيه بنجد انه نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وكل واحد عنده منافسه، الاثنين في حاله تضاد. في من يرى انه مثلا نداء السودان ممكن يتعايش مع النظام وممكن يفككه ويهدم من داخله عبر الانتخابات وعبر شنو 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 شنو. الحريه مثلا القوى الإجماع الوطني بترى انه اي محاوله بتاع تداخلات مع النظام هي بتعني تقويه لجبهته الداخليه وبتعني استمراريه له، بتعني اعاده استمراريه وتجديد لجسمه، وبالتالي هي بتعمل وفقا للاضغاط الكامل والمحاسبه واسترداد حق الشعب السوداني والتحول المدني الديمقراطي. وده الاثنين بيختلفوا، هم دليل دارين نفسه برضه للتحول المدني الديمقراطي بتاع السودان، لكن عنده له طريق، ودليل دارين نفسه برضه للتحول المدني الديمقراطي الكامل، لكن برضه عنده له طريق. يبقى لكن والطريقين دول فيهم حاله بتاع التصادم تضاد، والتضاد ده هم قاموا خشوا به. يعني السودان ما قال والله يا اخواننا هم ميثاق الخلاص ده اللي سمي بميثاق اعلان حريه التغيير انه يا اخواننا نطلع جلابيتنا بتاعت نداء السودان ومحاواها ده ونجي وفقا للميثاق ده. الميثاق صحيح في جوهره في حاجاته يميل اكثر ل ميثاق قوى الاجماع الوطني او تحالف الاجماع الوطني، قريب منه في تفاصيله، لكن انت ما دام جيت تتوقع طلع جلابيتك، وده اللي طلعوا جلابيتهم يلبسوا الجلابيه الواحده دي اللي هي جلابيه اعلام ميثاق الحريه والتغيير. ما كان حصل لنا اختلاف بتاع الليله الاجنده مختلفات، صحيح في 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 تداخلات اجنبيه واستخباراتيه خاصه في الموضوع، اللجنه الامنيه ذاته تداخلاتها الامنيه والهنا متداخله في الموضوع، وبالتالي مساله السودان ينجر لساحه بتاعت معارك خارجيه تتم تصفيتها في داخله على حسابه وعلى حساب امنه وسيادته ووضعه الاقتصادي، انا يتخيل لي لابد من شنو من التفكير بعمق في انه نحن نواجه المخطط، عشان هذا المخطط ده يجب من تقويم الحريه والتغيير باعتبار انها دي السلاح اللي يجب انه نحن نقاوم به، ودي السلاح اللي يجب انه نحن نخطه في المواجهه، وده السلاح اللي يجب انه يحولنا يستطيع انه يحولنا للضفه الثانيه، يوصلنا للضفه الثانيه، يوصلنا مثلا للتحول المدني الديمقراطي الان اللي نحن يعني ممكن نستمر عليه. دي المنخ. يبقى ديل الثلاثه. يبقى لا خيرا في اللجنه الامنيه ولا خيرا في الحاشيه بتاعت المزرعه. مساله الدعايه الكبيره جدا بانه يا اخواننا هم ديل ما عارف تفكيرهم وانه الناس ديل برضه هم ما كذا وما بيخدموا المشروع بتاع كذا، الكذا سلوك. وانا انا انا بقول انه اذا كان الحاشيه دي هي المؤثره وهي المستشارين اللي حمدوك انه هم بيسمحوا بانه اللجنه الامنيه تستملك ملف السلام وتستملك المفوضيات وتستملك الاقتصاد، انا يتخيل لي ده ما بيصب في مصلحه الثوره السودانيه، ولا الزول اللي بيقوم بالحاجه دي انا بحسده على الثوره السودانيه بشكل كامل. بالتالي الرؤيه تكون واضحه. الرؤيه حتكون واضحه جدا. الحاجه دي كبيره جدا، عندها حاجات كثيره جدا، واضح حتى من 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 حاجاتهم، يعني الشواهد بتاعت التسجيلات اللي بتطلع منهم، ولسه في تسجيلات بالمناسبه اخطر من الكلام ده حتطلع لكم في الاسبوع ده او الاسبوع اللي بعدين. ولانه الشله دي هسه يعني كويس الحمد لله بعد ما فتحنا الموضوع الشله دي وتكلمنا عنه هسه بقى شنو المعلومات بدات تتوارد، هم بقوا يطلعوا يحاولوا يدافعوا عن نفسهم، بدوا يطلعوا حاجات كده، وده كله في صالح الشعب السوداني في انه يكون شنو حاله الشفافيه والوضوح لما يدور، وده ما نتمناه كده، وده ما نتمناه تحديدا من قوى الحريه والتغيير. يبقى يا اخواننا بالرهان انه اي محاوله، يعني انا تحديدا مثلا المحاوله بتاعت تجمع المهنيين يمشي للحلو كده بتاع هنا هي على المدى تشكيل تحالف جديد، التحالف الجديد هو ما جيته من الشراكه الموثقه بالشهاده الدوليه اللي حدثت. الشهاده الدوليه بتقول انه هي شراكه ما بين قوى الحريه والتغيير واللجنه الامنيه. اذا جبت اي تحالف ثاني يبقى السلطه العسكريه ما لها عندها الحق تكون شنو؟ لانك انت اصلا ما مقتنع. يبقى اي حاله بتاعت اضعاف اكثر او تكثير اكثر للحريه والتغيير يا اخوانا بتصف شنو؟ في اللجنه الامنيه. معناها ان احنا نتحول لشنو؟ للفتره العسكريه الجديده اللي بيكون رئيسها كمان شنو حميدتي والبرهان.
كباش للاسف. يبقى بالتالي الوعي، الوعي اللي يجب انه نحن بنطالب به، بنطالب بالشفافيه، بنطالب بالوضوح بما يحدث. ودي بتكون رساله طوالي انا بوجهها له، هو الحريه والتغيير. في انه يا اخواننا التخوف في شنو؟ الشعب السوداني ده هو صنعكم انتم، تستمدوا روحكم وقوتكم منه، اداكم التفويض الكامل اللي انتم وقعتوا به ذاته موضوع الشراكه ده، وبالتالي واتوه بشنو؟ بالشفافيه وبالوضوح المطلوب. وهو يستطيع ان يخلق الفارق في اي زمن كان، وفي التجارب الكثيره اللي بتثبت الشواهد دي وبتثبت الحقائق دي. ايتم 30/6 مش اللي فات ده، حتى اللي قبله. الليل الشعب السوداني ده جدير جدا انه يخلق فارق، و 17/8 اليوم اللي تم فيه التوقيع على الوثيقه الدستوريه المرحومه دي. لكن تظل القوه بتاعت الحريه والتغيير هي ما يمثل الثوره بالشكل الرسمي، ويجب ان يكون بالشكل الشعبي. لكن الشكل الشعبي ده لابد الحريه والتغيير تلعب فيه الدور الاساسي، لانه الشعب داير منك شنو؟ داير منك الشفافيه، داير منك الوحده، داير منك العمل اللي طارح من خلال المطالب بتاعت الثوره دي والمطالبه بها والاستمساك بها. ده بيكون المدخل الطبيعي جدا في انك يعيد لك كل التفويض، كل الدعم الكامل الشامل من الشعب السوداني. يبقى اخواننا الرؤيه تكون واضحه جدا بين الثلاثه. انا اتخيل الكلام ده ذاته، لانه الكلام اللي كنا حنتكلم عنه عن الحلقات بتاعت الحاجه اتوضحت من خلال الفتره اللي فاتت دي، انهم طلعوا وتكلموا ناس الحاجه دي، وتعني في الناس كلها كده اللي عنده معلومات بنراح بها طلعها في السوشيال ميديا، وبالتالي اصبحت شنو؟ المعلومات. دي حقيقه الشواهد والحقائق بتاعت الليل. يعني اي محاوله انك عشان ما تكون استقطافيه لابد نوصل لها الرؤيه بشكل كامل. اي محاوله بتاعت خلق تحالف جديد هو معناه شنو؟ بصب في خانه اللجنه الامنيه بشكل واضح. بصب في خانه اللجنه الامنيه. لان المجتمع الدولي دي ما بيعرف تحالف جديد، بيعرف القوه الحريه والتغيير. اللجنه الامنيه بتعرف الحريه والتغيير هي الشريك الرسمي والدولي، الشعبي والدولي. ده التوثيق كده. اذا غاب الشريك ده او تفكك او انهار، اللجنه الامنيه تتفرد انفراد كامل كامل، وما في جهه ثانيه بتحاسبها، لانه الجهه الشريك معاه الله يرحمه. وبالتالي لابد انه الشفافيه تكون والوضوح يكون ملازمين للقوه الحريه والتغيير، لابد من تصحيح وحده الحريه والتغيير، ولابد من دعمها الشعبي الكامل حتى نخلق الموازنه دي. نخلق موازنه في انه كيف نقدر نحقق مطالب هذه الثوره. ده اللي نحن مطالبين به، والحريه والتغيير مطالبه به، واي دول يجب انه يعمل في الاتجاه ده بشكله الواضح والسليم. بعد كده نشوف له في اي سؤال ممكن يدعم لنا شكله الحوار كله. احمد محمود بيقول داعي محمد الحسنات هو رجل محب جدا لشعب السودان، تضامن معه ليلة المجزرة بشكل كبير جدا وبشكل مؤثر. والله والحرية، الحرية لكل نحن، يعني نعمل ونجتهد في من اجل انتزاع الحرية، لان الحرية حق وليس هبة. كل الحرية للشيخ محمود الحسنات الفلسطيني، كل الحرية له، وربنا كده ان شاء الله يطلق سراحه. أسامة جبريل وطني معتصم يونس ليك التحية. أيوة رسالتك وصلت، التحية ليك صالح أحمد. عبد الله أحمد الحسن ليك التحية. ايوه تمام. يلا الحته دي عبد الله، سؤالك بتاع الشيخ خضر، الشيخ خضر حتى انا قلت الميديا قامت سلطت على الموضوع ده لما فتحناه، لان الناس كانت خايفه انها تتكلم عن موضوع الشله دي اللي مساله التخوين، والناس الخايفه دي. لا احنا ما عندنا حاجه بنخاف منها، ما عندنا حاجه بنخاف منها وكده. انا قلت في 2013 الناس دي هم ماسكين المحد ده، المحد دولي، بس دي المعلومه اللي انا قمت ثبتها انه المحد دولي، والمحد انشي خصيصا او اسس خصيصا لجنوب سوريا لمساعدتها للخروج من فتره ما بعد النظام العنصري بتاعهم، وبالتالي شنو استعاده الفتره بتاعت حكم نيلسون مانديلا ومعانته من ضعف الكوادر تحديدا القيادات الشبابيه وكده وكده، وبالتالي
الدول الاوروبيه قامت دعمت المشروع بتاع المنظمه، وكان حمادوك هو رئيسها. لكن حمادوك قدر خلق منها شنو؟ خلق منها فرع في السودان، جدي في السودان، واستمر من الوقت ذاك والى الان مستمر. التخطيط ده المركز ده يا عبد الله هو في اساسه شغال نفس الشغل اللي شغال في جنوب افريقيا، اللي هي في مجال التاهيل، مجال التاهيل الكوادر الشبابيه للعمل السياسي. وفي نفس الناس في السودان شغالين على الفهم ده، ما عندهم حاجه غيره بيأهلوا. انا ضربت امثله اسماء كثيره تاهلت منهم، على عمر ده الغندور ده كله الناس تاهلوا من المنظمه بتاعت ايديها. قيادات سياسيه لاحداث سياسيه برضه كانت جزء من الحته دي. و في 2013 ما بعد احداث الهبه بتاعت سبتمبر 2013 قام الناس دي، قلت لك الناس دي مؤهله، الناس دي مؤهله وعندها امكانيات عاليه جدا. الناس دي قالوا ان النظام اصبح في نهاياته، والنظام اصبح في نهاياته ما فكروا فيه انه خلاص هم حيقفلوا المنظمه بتاعتهم دي ويمشوا، لا فكروا في انه كيف انهم يكونوا الوريث للنظام ده. وده ده 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 تسموه شنو؟ العمل السياسي مع توقيت. كيف وقته؟ انا ما اعرف توقيته كان 10 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، كم تبغى من عمر النظام؟ لانه لابد يكون عندك حاجه قياسيه او تقديريه ليها. يعني انه مثلا انا بحدد لك انه يا اخي النظام ده مثلا حيستمر ما اكثر من 3 سنوات، او مثلا 5 سنوات، او مثلا 10 سنوات. المهم والناس دي عملوا على الحته دي. وبالتالي قاموا خلقوا الشخصيه اللي ممكن يكون عندها كاريزما، وانه المداخلات الكثيره طبعا نحن بس الشعب السوداني المسكين ما بنعرف حمد ابوك، لكن النظام عن بكره ابيه بيعرف حمد ابوك، عن بكره ابيه، عن بكره ابيه وبعد يستنى مع حمد ابوك من قبل من قبل من قبل السقوط. وحمد ابوك وعن بكره ابيه بيشكروا حمد ابوك لانه هم استقبلوه في ظرف ما كانوا بيستقبلوا فيه دول منظمات داخلية ما كان، لكن دي كان في صالحهم، كان في مدلة دي تعتبر مؤسسة. يعني الليلة حزب سياسي السلام سلطة بتاع الدولة، لما تكون عندك مؤسسة دي مؤسسة عميقة جدا، دي المؤسسة أهم مؤسسة عندك، بتقوم ترفض لك أجيال مدرب تقود لك الحتة دي. ده معناه أنت رسالتك زي ما هم، عشان كده كانوا بيطلعوا لنا بيقولوا لنا والله نحن بنسلم للمهدي منتظر، السودان ده أنا بسلم زور كده، ده سوداني غيرنا نحن يحكم ما في، ده كلامهم، ده كلامهم إنه هم حيكون عندهم السرمدية. يلا ليه؟ لانه ده ده دي مؤسسه مهمه جدا في الدوله، انها بترفض لك كوادر مؤهله وشبابيه وكده وكده وكده. ده كان ده التخطيط بتاعه. وبالتالي لما انطرح في حمادوك ده انطرح في 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 2018 او 2018 لما انطرح قبل الثوره دي، انطرح بمعاني واهداف الناس دي دعمها كويس، انه خلقوا من شخصيه حمادوك انها تكون شخصيه بتاعت كاريزما وشخصيه كده كده. وانه دول كان الكيزان طرحوه كوزير مالي واحتروه وطرحوه بفهم انه هو من يحمل العصا موسى، انه ممكن يحل لك الاقتصاد السوداني. ده كان الشيء اللي فهمت كده. وما بعد كده قلنا طورت المدله دي بشكل مغنم جدا، بشكل منظم جدا، بشكل مدروس جدا، يعني في دراسات في الموضوع ده. والدراسات دي انا قلت اكثر الناس اللي قاموا بها هو ابو سين والبطحان. ديل الاثنين قاموا بشكل مؤثر جدا في مجال التسويق لشخصية حمادوك. وبالتالي نزل لعبوا المجال دي بشكل كامل. حمادوك كان اكثر الناس تحفظا في حاجات كثيرة، ما دي قامت مهدت لهم في انه شنو يخلقوا الفوبيا بتاعت الميديا، انه كيف يستثمروها، كيف ينظموها، كيف يخلقوا منها الاسهم بتاعتهم. وده حدث في ساحة الاعتصام، كانت دي أول مراحل تنفيذ المشروع. أول مراحله إنه يتم حمادوك يكون معروف من خلال يستغلوا المثل بتاع طرح النظام له وزير المالية في الفترة دي، وإنه حمادوك وافق وبعد كده قالوا ما وافق بتأثير الناس دي. إنه ده ما المخطط إنه ما يوافق، لكن المخطط ما تقول له من الأول، قول أي لا وكده التباينات، خلي الاسم يطلع، خلي الاسم ينتشر، خلي الاسم يتعرف، وما بعد كده قوم أخلق انحيازك ما للنظام للشارع، في انه يا اخي لا ده محطه اولى. المحطه الثانيه كيف يتم استغلال السوشيال ميديا، السوشيال ميديا على على التنظيم الكامل ده، وانه يقوموا يخلقوا من سحب البساط من
القوة الغايدة هذه الثورة. القوة الغايدة الثورة دي الحرية والتغيير. الحرية والتغيير حساب سياسي، كيف انك تتسحب البساط من الحرية والتغيير. وبالتالي عشان تسحب البساط من الحرية والتغيير لابد انك تصل امراض هذه الاحزاب، ومن خلال اظهارك لمرضهم يا علي انك انت بتقوم تطرح شنو؟ حكومة تنوغراط، حكومة تنوغراط. وان طرحت في السوشيال ميديا وبشرح وافي وكده كده حتى الشباب من السحب، والشباب الفكره راقت لهم لانه انطرحت في قالب يعني في 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 تحليه وفي في كده حاجات كده. الشباب قاموا تملكوا المساله دي في تحت الاعتصام، وقامت انطرح شعارين حكومه الديمقراط في الاعتصام. والكلام ده عنده شواهد وعنده حقائق بفيديوهات انا راجعتها كلها وقتها راجعها بتاعت الاعتصام في ساحه القياده العامه، بتلقى ان الشباب في كل المخاطبات كان هتافاتهم حكومه تنوغراط. والحال ده استمر لمده اسبوعين، انه حكومه تنوغراط حكومه تنوغراط حكومه تنوغراط. وبعد اسبوعين طوالي قام المرحله تغيرت، خشينا في المرحله الثالثه. المرحله الثالثه كيف انك تطرح تجدع اسم حمدوك. وانجدع اسم حمدوك في المرحله الثالثه اللي هو بعد اسبوعين من احترام القياده العامه انه يكون عبد الله حمدوك يكون رئيس ليه. قاموا طلعوا بشنو؟ بالدعايه بتاعت النظام الكيزاني بتاع انه حمدوك عنده العصايه السحريه انه يحل ازمه الاقتصاد السوداني، وبالتالي من المنطلق ده قاموا طرحوا اسم حمدوك. والشباب برضه قاموا شنو؟ اخذوا الاسم وابوا يتنازلوا عنه وبقوا يحتفوا به انه لازم تجيبوا حمدوك حكومه تنوغراط ورئيسه حمدوك. دي كانت المرحله الثالثه من المشروع. ده دي كانت الفكره. ده تخطيط التفكير. وبالتالي ان المساله بتاعت انه ده كان الغرض من كلامي انا في الحته دي والى الان لقيت يا علي في انه هو حمدوك ما جانا صدفه. ما جانا صدفه زي ما الناس مفتكره. وما جانا يعني بس لانه النظام رشحه وزير للماليه وانه رجل اقتصاد في المنظمات الدوليه انه يحل الاشكالات، ما بالحته دي برضه. انما جاء بتخطيط وبعمل منظم جدا وذكي جدا وبمراحل، وكل مرحله اخذت زمن واخذت تمهيد واخذت هنا. والكلام ده مدري منه البطحاني ومدول منه ابو سيد اكثر من صلاح عوض، لانه صلاح عوض يمكن الشغاليه بتاعت البزنس بتاعه وحاجاته مع اثيوبيا ومشاكله بتاعه يمكن اخذت منه طبعا كثير، ما خلته يكون متفرغ بالحجم بتاع هنا ده. اما شيخ خضر لعب الدور بتاع انه شنو؟ يخلق حاجه، يعني الليله في حاجه كبيره جدا من الشباب. الشيخ خضر قدر خدتها في وضع انها تكون شنو؟ دعم او يملكها المشروع اللي هم ممكن من خلاله هم شنو؟ يصنع نحن. هي محطه، هي محطه. بالتالي دي دي دي, دي, دي الحته بتاعت المدرعه انها تكون توصل حاجاتك. الشيخ خضر تاثيره في دائره خارجيه يعني. الشيخ خضر تاثيره في دائره خارجيه، والتاثير ده ذاته قام معانا من مشكله كبيره جدا اللي هي فتره بتاعت انقطاع. بعد ما قفل الحدود البرية وال وكده في الجانحة بتاعت كورونا دي، الشفيع كان موجود في القاهرة وتم قفله هناك، يعني بقى معزول هناك، يعني ما يقدر يخش السودان لأنه ما كان في ذنب يخش وكده مع القرار ده. وده قام شنو؟ يعني خلى خارج المعادلة بتاعت ما يحدث أو التخطيط الكده، إضافة لأنه هم بالمناسبة الشلة دي خاتها الشفيع خضر كضابط بتاع اتصال خارجي. دي مهمته انه ممكن يتصل بالاسلاميين، ممكن يتصل بدوله، ممكن يتصل بافراد، ممكن كده كده كده. لكن هو خارج الدائره هنا، لكن الجوهر بتاع الدائره دي هي محصوره في الشيخ خضر، ابو سن، البطحاني، طلع عوض، دي الشله، زوجة حمدوك كويس؟ مؤثره جدا بالمناسبه. يعني ثاني في كم اسم كده، دي الشله هنا، حريكه، ادم حريكه، في شلة هم يعني اسمائهم في حدود ال 12 ل 15 كويس، قحطان، قطان، حاتم قطان، شلة مؤثرة. هم ديل من يفكر وديل من يخطط. ده بيدعوا له، الشفيع ذاته بيدعوا له، الشفيع ده ضابط الاتصال، لكن هو تأثير هم بيأثروا فيه أكثر ما يأثر في الداخل. قال هنا. والدليل من كده إنه يعني قوة سياسية الحريه والتغيير، بالمناسبه المفوضيه بتاعت السلام دي كانت مطروحه من الحريه والتغيير، دي المفوضات ال 12 كان على راسها بتاعت المعيشه، رفع الضائقه المعيشيه، وكانت طوالي اللي بعديها كانت السلام. والسلام دي كانت مفوضيه
من ضمن المفاوضات ال 12 وفقا للوثيقه الدستوريه. هذه المفوضيه يعني حتى الحريه والتغيير كانت مرشحه لها الشيخ الخضر. لكن النادي شاطه ولا شيخ الخضر لا غيره، اوريك انه هو ذاته في 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 الدائره البره دي، يعني هو شيخ الخضر بالمناسبه حتى ماخذ بانه هو مسير الشله، لا الشله المسيره. وهو موقعه او التعرف بتاعه بدقه كده انه هو زي ضابط الاتصال. يعني يا اخي عامل دارين نشوف قصه النقل بتاع النادي شنو بتاع الناس شنو كده. عشان كده بنلقى الشيخ الخضر ذاته هو في دائره داشر جدا، يعني ما عنده ما بتفهم انه بتلقى الليله مع غازي وبكره ما عارف مع منو وكذا ما وبعدين شخصيه هو الشيخ خضر ما عنده جلد وشه، ممكن اقعد معاه ما عنده مشكله. ما عنده اي مشكله، وبالتالي ده بيعرف يستخدمه كيف، الناس دي ذكيه جدا، بيستخدمه كويس جدا في حاجات كذا، بالرغم انه العلاقات الشخصيه بتاعتهم منعمه، لكن هو ما من دائره الغرار، هو من دائره المتلغين للغرار، عشان الصوره تكون واضحه. ولو في تفاصيل فيها تفاصيل يعني. أتمنى أن أكون جاوبت لك الجماعة ده، أكون جاوبت لك أو وصلتك الفكرة بتاعت من 13 للجماعة دي يعني. عبد الله حمد الحكم، أتمنى أنه قلت لك عليه. المهم أتمنى أنه الفكرة تكون وصلتك. إسماعيل إبراهيم طيب، عدم الشفافيه في انك انت ما تكون واضح، يعني ما يحدث ملك الشعب ما يحدث، لانه في النهايه انت لما تحتاج تصنع فارق تخلق نصر للثوره دي انت ملياك الشارع. دي القوه اللي ما في جهه اعلى منها، ما في جهه اقوى منها في السودان. يعني لا قوه السلاح هزمتها ولا القوه الاقتصاديه هزمتها، نادي لسه شايله في 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 بطونها، يعني صابره على الوضع المعيشي الصعب جدا جدا. وفي نفس اللحظه لا زالت هي من يقاوم السلاح ويهدم السلاح. يبقى دي القوه اللي انت بتراهن عليها. عشان القوه دي تحافظ عليها بتراهن عليها دي تجدها في لحظه الشده في انك انت تنفذ لها مطالبها. وقوم اديها الثقه فيك بانك خليك واضح معاها. حصل كده وحصل كده. عشان ما يكون في ضبابيه، عشان ما تتيح مجال ذاته بانه اكثر حاجه نجحت الشله بتاعت المدرعه دي في انه الحريه والتغيير ما واضحه مع الشعب. خلينا من تفككها، خلينا من عدم وحدتها كده، هي ما واضحه. وعدم وضوحها ده تخليه بيرجع لانه الاجنده ما متوحده، واي دول خايف يطلع يتكلم فيها يقوم يفكك الحريه والتغيير نفسها. لكن اي محاوله بالشرح اللي قلته ده الناس تفهم، اي محاوله ضرب الحريه والتغيير الان اذا كان بتجمع المهنيين او خلافه وكده 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 هو ده بيصف في خانه الأمنية. يعني هات انت النادي بيقول لك والله شلة الستة والمجموعة المنتخبة وما عارف كلام كله زيف طبعا. انه يا اخي والله ديك اولاد قوش ودول وما عارف كده شنو. بالعكس انك انت الليلة لما تحاول بالشكلية اللي حصلت بتوقيع المجموعة دي اللي قلنا حرروا شهادة ميلاد تجمع المهنيين، لأنه أصلا هو بتاع اسم بتاع ظرف استثنائي، انه نحن ما قادرين هم ما قدروا يتجاوزوا دارين لسه يخلونا نكون مستمرين، لانه هناك هم بيتحبوا للجنه الامنيه اكثر من مجموعه السته، الناس اللي حاولت تمشي توقع هناك. يبقى المعادله تكون واضحه، اي محاوله بتاع الشرق من حيث السياسي من غيره هي ما بتصب في صالح الحريه والتغيير، بالتالي ما بتصالح ما بتصب في صالح مطالب الثوره دي، وبالتالي بتصب في مصالح طوالي الجهه الضد الجهه بتاعت اللجنه الامنيه. لانه شوف الانيه الامنيه جاهزه مسيطره على كل المؤسسات الاقتصاديه اللي نحن ممكن ما نكون في اي دائره معيشيه، يعني ما نعانيه الليله من صحه، من عدم اكل، من معاش، من ظرف صعب، من ازمات مصطنعه وكده، لانه المؤسسات الاقتصاديه هي المؤسسات اللي بتستملكها الليله اللجنه الامنيه، لانها هي اصلا كذا يعني اللي هي الشركات بتاعت الاجهزه بتاعت الشرطه والجيش والامن دي. وطبعا للعلم يعني انه هي الشركات اللي عندها مصادر بتاعت عمل او عمل معروف هي تقدر بحوالي 23 شركه. دي بنعرفها عن احنا من الشركات بتاعت الجيش والامن. الارصده بتاعتها في حدود ال 15 ل 25 مليار دولار، كويس؟
في دي اطراح ال 23 دي اطراحها من 86 شركه للان. 23 شركه دي اطراحها من 86 دي الحقيقه. يلا 86 طيب يلا 23 دي بنعرف ان الباقيين دي شنو؟ الباقيين دي اللي هي شركات بتاع غسيل اموال ودعار وخلافه. دي الناس اللي عملوا السودان حولوا من السودان ان اكبر دوله في العالم لغسيل الاموال. وكل المنظمات الارهابيه والناس اللي بتشوفهم ديل الناس من وين ومن وين ومن وين ومن وين كده كله لتسهيل المهمه دي. دي تسهيل المهمه دي في انه كيف عشان وبالتالي لما انت تلقى انه مثلا زي بدر الدين حمدي يطلع لك في التلفزيون ويقول لك والله يا اخي ان احنا كان لابد انه نقاوم مدرسه الحضر الاقتصادي الامريكي على السودان. وانه كان لابد نشوف حلول. ومن ضمن الحلول اللي اعتمدناها في انه خدتنا ورق مختم باسم بنك السودان في مطار الخرطوم. ما جينا ولا دارينك ولا شفنا. القروش اللي في جيبك ديل انت طالع المطار قوم شنو اكتبها في الورق المختوم وجاهز ده وشيل القروش واطلع. يا طبعا غسيل الاموال شنو بيعني التضخم؟ بيعني قتل الاقتصاد بتاع البلد. بيعني قتل القوة الشرائية بتاعت عملتك الداخلية. دي اصلا مصادر ما عندها علاقه بالانتاج ولانه الاشكاليه بتاعتها هي ما بتمر بالدوره الضريبيه بتاعت النظام الاقتصادي اللي بتديك في النهايه ذاته الدخل القومي بتاع البلد. دي كلها ما بتمر بها. بالتالي انت من المطار بتختم. يعني حتى سهلوها في كولومبيا او في امريكا ذاته لما طلعت من مشروع الغسيل الاموال في التبعينات وكده بتاع هنا يعني انه اكتشفوا انه كانت مثال بتاع التغنيم انك كيف انك تدخل القروش البنك كويس والقروش دي تمر عليها فتره بتاعت بيسموها تجفيف وشوي شوي تقوم تتحول لانها تخش النظام وتمشي في النظام وتطلع بشرعنتها. دي كانت بدايتها في كولومبيا لسه شغال منها. لا السودان قام خطوا مثال انك انت تمشي بنك وتخش مثال تجفيف وشنو شنو لا في غسيل الاموال قام طوال خطوا لك ورق مختوم ببنك السودان يعني انت كده لما دخلت بنك السودان وموقعين عليه وكده بتاع تكتب انا في جيبك في 15000 دولار بتكتب 15000 دولار وتشيل معاك الورقه المختومه وجاهزه وبتمشي من المطار. وده قام سهل عشان كده حول السودان لاكبر دوله بتاعت غسيل اموال في العالم. وده قام اثر طوال في مساله التضخم واحد واثنين في المساله بتاع شنو اضعاف القوة الشرائية لعملتك لأنه أصلا ما في إنتاج. الناس وقفوا الإنتاج عطلوا ودمروا مشروع الجزيرة بالكامل وده كان بيدخل لنا بيعمل لنا دخل بتاع 46% من الدخل القومي. القطن اللي كنا بنصدره كان بيمثل 46%. دمروا كل المشاريع التنموية وقاموا اعتمدوا على شنو؟ اعتمدوا على غسيل الأموال دي. وغسيل الأموال دي أصلا هي تضخم عبارة عن تضخم فساد وعبارة عن إضعاف القوة الشرائية وده المهم. لانها بتاثر عليه بتاثر عليك تاثير كبير مباشر جدا. يعني انت هتضطر تشيل ورق عمله بدون قيمه عشان كده الدولار ممكن يكون ب 140 ممكن 150 ودي رحمه ذاته بما حدث من دمار الاقتصاد السوداني دي ذاته رحمه. يعني الدولار ده المفروض ان احنا نكون زي اي دوله زي الصومالي يعني لو داير تفك لك دولار واحد تضطر تشيل لك جفتين بتاع ورق يقولوا دي عمله. فدي دي الاشكاليه دي الإشكالية بتاعتنا دي سببها اللي هنا يبقى المنظمات دي لسه الناس دي المحتكرينها لأن الناس هتكتشف حاجة كثيرة جدا إنه الشركات بتاعت المخدرات حتى بيقول لك الحاويات وكده كده بتاعت الدعارة الناس دي مسيطرة على حاجات كثيرة جدا إنه شركات وهمية كثيرة جدا. يهودية الشركة قالوا أنا في الجنة قالوا ودي دي بتاعت إنه شركة معمولة ما عندها أي علاقة ولا عندها كرسي ما عندها بس مهمتها انها شنو؟ يحصل لها التحويل لها وهي تكون تحول ليه؟ الحزب الوطن بتاع المؤتمر الوطني بتاع كده تحول لهم القروش يعني اجر مناوره كده لكن في منظمه على اساس ان القروش بتمشي لها لكن القروش بتمشي لمنه؟ للحزب بتاع المؤتمر الوطني. يبقى دي شركات دي كثيره منظمات وكده دي اللي هتعلمني الاميه ما تعرف تسلم ودي ده المربط ده بيطلعنا لمثال لمشاريع بتاع التنميه. لا اول شيء بيرفع من النظائر بتاعت المعيشيه الحاطه على المواطن الليله بتنهي مثال الازمات المصنعه دي واثنين بتخلق لنا حالات بتاع التنميه. مشاريع بتاع التنميه هتقدر توقفنا على كرهنا تعيد لنا مصادرنا الحقيقيه اللي هي بتاعت الزراعه وكده. فده ما نعمل فيبقى شنو؟ هي ما سقطت يعني يا عبد الله ما سقطت
بالشكل الواضح ما تقدر، ما دام اللجنه الامنيه هي شريك ولا زال هي بتسيطر عليه الموارد الاقتصاد وموارد الامن، يبقى ما تقدر. هم ديل الامتداد، ديل الامتداد للنظام، بيحلموا انه هم يكون قانون عندهم شكليتهم وعندهم استمراريتهم. ده الحاصل. عبد عثمان ليك التحيه. عبدو قال هناك اتفاق بين نداء السودان بغير صادق، ما عاد ولا اللجنه الامنيه للبشير وصلاح قوش على الهبوط النائم حتى تجمع المهنيين وقحت شاركوا في ذلك. لذلك ترى سنه قحت طبعا لان قلنا هي قسمين يا عبدو، هاي ممكن يكون في جيتهم راخي دي، انا معاك وعارفين ده ما طالب بالتغيير عشان هي بتمثل هسه الشراكه. الخلل وين؟ انه نحن بالرغم من الامراض الكثيره العالقه بالحريه والتغيير، الا انه يجب ان ما نتنازل عنها لانه دي الجهه الرسميه المعترف بها المجتمع الدولي لانها هي شريك. اذا زالت انت اديت الكفه للعسكر بشكل مبسط يعني. يبقى هي لابد من تغيير. برغم من انه مثلا الهبوط الناعم وكذا وكذا، لكن لابد من شنو؟ نعصرهم داخل الحته دي، ولابد انه نقوي مطالب الثوره دي حتى انه شنو؟ بس ما نبقي الجسم الممثل الشراكه ده اللي هو الحريه. رغم أمراضه دي، لكن إحنا نشتغل في إنه نصحح ما يحدث داخل. ما عندنا حل غير كده. ما عندنا عم تصدقني. تهاني تحياتي ليك عوض. تحية ليك عوض سيمو صديقي. محمد موسى تحياتي ليك موسى. تحية ليك ورحيق. تحية لك أبو رحيق. البروف إسحاق صديق العزيز قال الحل الوحيد هو أن تتوحد كل قبائل أصحاب الوجعة والحركات المسلحة في حركة واحدة، لكن فور بحركة وزغاوة بحركة ومتاليب بحركة، وأي واحد يتكبر على أخوه شايف نفسه الأفضل والأحسن ونقلل من بقيمة القبائل. وشايفين شوف أي كلام يا بروف، اي كلام بتاع قبليه هدى طوال بيقوم برجع في شنو للحالات الوضع بتاع المجتمع البدوي. نحن ما مجتمع بدوي، نحن تخطينا البدويه، نحن ما بنتعامل بالقبليه ولا نتعامل بالجهويه، لان دي واحده من اللي اشتغل عليه النظام الكيدان 30 سنه، اللي هي لان تخلق حاله بتاعت تفرق ما بين داخل المجتمع، وبالتالي كان دي واحده من تناقضات المجتمع بيلعب عليها النظام عشان يخلق استمراريته، وفعلا استطاع انه يخلق يعيش 30 سنه صح بالشكل بتاع امراض البدو ده. يبقى لابد ان احنا نتخطى الجهويه، نمشي في قوميتنا ذات السودانيه. التعريف بتاعنا يفترض انه يكون بتاع مواطنه سودانيه. انا ما بعرفك انت تكون زغاري ولا جعل ولا ما ده ما شغل. ما بيني بينك المواطن حق المواطن، ما بيني بينك التأهيل، ما بيني بينك القانون، ما بيني بينك المجتمع اللي عايشين فيه. نحن بنقوم مغيدين بظروفه القانونية والاجتماعية، ده ما بيني بينك حق المواطن، بدون 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 خلفية أثنية، بدون خلفية دينية، بدون خلفية بتاعة عرق، بدون خلفية قبلية. ده الهلاك اللي رسموا لنا وزرعوا لنا وعجبوه نظام الجبهة الإسلامية 30 سنة. الجبهة الإسلامية لا عاشت بمشروع بتاع اقتصاد، لا عاشت بمشروع بتاع تنمية، ولا عاشت بمشروع سياسي، ولا عاشت بمشروع بتاع دين، ولا عاشت على تناقضات وأمراض المجتمع نفسه. قامت فجرت التناقضات دي، وبالتالي قامت شنو خلتها مستمرة، لأنه الناس انشغلت في نفسها، وبالتالي هي أصبحت شنو تفرغت للنهب والدمار الكامل للوطن. وكلامك ده أفن بصف خانتين نجنو إنه الحاجات دي افترض تنتهي. الامراض بتاعت المجتمع البدوي دي السودان ما مجتمع بدوي، تخطينا المراحل دي لفتره طويله يعني. وما عندنا القبليه يعني، نحن ما دي الصومال. شوف لما نخش في المسائل دي اين الصومال؟ اخر وحده لو كانت مع سياد بري. بعد سياد بري خشت القبائل، والى الان الصوماليين ما بيتعايشوا، حتى نحن عشنا معاهم في الخارج كثير، ما بيتعايشوا لو اثنين من قبيلتين مختلفات، ما بيتعايشوا مع بعض. ولا بيسلموا على بعض ولا بياكلوا مع بعض. بس لانه قبائلهم مختلفات. دي الشكليه اللي نحن خايفين منها، ودي الشكليه اللي لعب عليها نظام الجبهه الاسلاميه مده 30 سنه يا برو. نتمنى ربنا يحمي السودان، لكن ما بنخش انه تلقى بتاع ده زغاوي وده مساليت وده جعل وده شنو. لا،
لان ده بيقوم في لينا بيقوم بينفي. نحن لو ثبتنا اي دي بنقوم ننفي القوميه بتاعتنا وبعدين بنقوم ننفي حق المواطنه بيناتنا ذات والوطن ونقوم نشرب بفراعات ثانيه. ده هسه يعني تدعيلوجيا هسه كثيره جدا. نحن بنقول ده على التلامنه تخدم اللجنه الامنيه واللجنه الامنيه هي دارت على التلامنه ده لانه عارفاه انه النظام الفات اللي جابه عجبه 30 سنه وان شاء الله يكون 10 15 سنه هم خطر عليهم طبعا ان شاء الله يكون يوم يومين ثلاثه 10 بالتالي دي من الحياه بدون قوانين بشكل لابد نكون واعيين فيه جدا. سليمان تحياتي لك. جبريل تحياتي لك. عبدو فضل تحياتي لك. عبد الرحمن عبد الله العزيز طيب. هو الحرية والتغيير بمكوناتها التعويل عليها عبر تاريخ السودان منذ الاستغلال اعتبر المدخل لتبتيت السودان لأنه سبب ما لا يدمنها للشك أن كل الأحزاب عبارة عن مرتضات المخابرات الأجنبية وليس اليوم. لا 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 نحن عندنا أحزاب حصلت لها ارتباطات صحيح هم الأحزاب الساسية تتحمل فشل الدولة السودانية كجزء ما في خلاف دي نحن متفقين فيها ولا في حد فيها تقدر ينكر انه هو له دور في فشل وانهيار الدوله السودانيه. لكن في يعني ال 30 سنه الاخيره دي شالت نص الفتره العايشه السودان منذ الاستغلال السياسي اللي بنتكلم عنه ده نص الفتره دي شالوها كده وديل الناس قاموا حفروا لنا تحت الارض السابعه وديل هم بيتحملوا نصيبهم نصيب كبير جدا ضخم جدا لأن السودان ممكن تحصل فيه معالجات من 6 أو من 89 إلى الآن كان وصلنا لمراحل كثيرة مختلفة في حياته والسودان كان بيكون غير. ارتباط الأحزاب المؤخر بعض الأحزاب السياسية بجهات خارجية هو ده ما بيصير في مصلحة السودان ولكن لا يحسب على الأحزاب السياسية بشكل عام كمان عشان نكون منصفين. عشان كده أنا بقول الشفافية وين؟ الشفافية في إنه البرنامج بتاع الثورة ده ممثل في حد الأدنى بالمطالب بتاعت الثورة ومطالب الثورة بتاعت حرية سلام وعدالة دي هي بتتبني على أساس واحد اللي هو شنو الشفافية فيه والالتزام المبدئي بالمطالب دي. المطالب دي هي ما بتسمح لك بأي مدخل من المداخل لأي حالة بتاعت ارتباط خارجي ولا باللجنة الأمنية عشان انت ما تخش في مسألة بتاعت التضاد مع الشارع السوداني جابك ذاته ودعمك ووقف معك وصنع لك الثورة. يبقى نحن ما بنعمم لكن نحن مطالبين بانه الاحزاب السياسية دي نحن ما بنقدر نقدرها ولا يعني جسم سرطاني كده نقوم نقطعه كده ونقدر لا لا ما كنت انما هي دائرة تصحيح والتصحيح دائرة مواجهة الاحزاب السياسية تتواجه ليه؟ لانها هي موقع بمساغنا نحن كشعب سوداني الناس اللي قامت بالثورة دي هما كلها الناس دي باسم السودانيين كله باسم السودان كله باسم الشعب السوداني هما كانوا مفوضين باسم الثوره وهم الرقع باسم الثوره. يبقى التوقيع ده بتاع الشراكه ده نحن دايرين ننهي زمن اجله الزمن بتاعه اللي هو المرتبط بالثلاث سنوات دي في انه ما يكون عندنا عسكر شريك في العمل السياسي وانه بعد كده نقدر نعيد اعاده تاهيل وصياغه حتى القوات المسلحه دي تاهيلها هيكلتها وتاهيلها ونقوم بعيدة خالص وفقا لكل الشروط بتاعت العسكرية في العالم بعيدا عن السياسة وتتخلق مؤسسات بتاعت عمل ديمقراطي تدعم مسائل التوعية والحقوق والواجبات وكده ونخلق حاجة تانية يعني ممر تاني للسودان. أما الارتباط الأجنبي ده صراحة حله بطيء جدا التعرية هو ده الوضوح هي دي الشفافية عرف يعني أنت عندك جهة محددة عبد عند ارتباط طوالهم افضل بتقطع الطريق لانه بتقطع المخطط ولولا انه الناس مترصد المسائل دي دوب بتفضح طوال اول باول محور الشرع الليله كان بيكون الحاكم الرسمي والناس كانت خلاص اقتنعت بتذكر بعد شهر 5 قبل يفضل الاعتصام الجولات اللي كان بيعملها هناي حميتي وانه خلاص طارح نفسه رئيس وبتاع ده كان كله بتخطيط وبدعم مباشر من محور الشرع اتقطع لما الناس فضحت المشهد وخطت حجايبه وطلعت
تعبرت قطعت الكلام ده. كان احمد تيم من اللحظه دي ما بقى يتكلم منه يلا بنفس الشكليه دي هات يجي منها تمارس كمان نفضح كله مخطط كله مخطط ما عارف احنا نفضح اصلا ما عندنا خير ودي دي الحاجات بتمشي كده. بروف قال الحريه تغير لا يمكن تنقل البلاد من النفع المظلم. اي انا معاك لكن الحريه والتغيير هذه هي بتمثل الضمانه للثوره لانها هي بتمثل جسم الثوره هي اللي وقعت في قاعه الصداره للمجتمع الدولي باشراف المجتمع الدولي هي اللي وقعت على الشراكه مع اللجنه العلميه. يبقى اللجنه العلميه دي دي الشركتين بس ما في جهه ثانيه هو حريه تغيير واللجنه العلميه. يبقى اذا الحريه والتغيير ضعفت امام اللجنه العلميه دي وقلنا نشيلها برا المشهد نبعيدها برا المشهد معناه احنا افرغنا او بايعنا اللجنه العلميه. لكن ان احنا نحاول نقاوم اللجنه العلميه ومخططاتها ونطلع منها الامكانيات اللي يجب انها تتاح للشعب السوداني لانه ممتلكاته زي المسائل بتاعت السلام مسائل الضائقه المعيشيه وخلافه الامن وكده وفي نفس اللحظه ندعم الحريه والتغيير لانه نحن دارين مش الحريه والتغيير تمشي لانه الحريه والتغيير دي ممكن تمشي بعد ما نحن شنو نصل مرحله التحول المدني الديمقراطي. نحن واصلين نحن في مراحل نحن في مرحلة أولى نحن في طريق طويل جدا للتحول المدني الديمقراطي ده لكن الحرية والتغيير هذه تبقى شرطا ولزاما علينا أن نحن ندعمها حتى أن نصل للمرحلة دي وبعد كده لكل مقام مقال لكن هذه ما نقطع الطريق علينا نسيسنا ونمهد للجنة العامية دي الحتة هنا عشان كده هي العمل السياسي شنو يا بروف هو توقيت والتوقيت السياسي مهم شديد لابد تكون عندك الرؤية وعارف عارف نفسك أنت بتعمل في شنو. ابو رحيق عاصم قال كيف ندعم النادل انت شايف حلم ونبدا من وين ونقاط طواها وير ممكن ندعم في اتجاه اول شيء ندعم في اتجاه الوحده اقول حريه التغيير يجب انها تتوحد والتوحيد ده ما بيكون شيء صعب لانه دائما بيقول لك الناس بتوحد حول الهدف نحن عندنا الهدف عندنا الثوره عندنا المطالب بتاعتنا يتوحد حول المطالب بتاعت الثوره دي. لأن مطالب الثورة دي هي اللي بتكون توصلنا لمسائل شنو؟ الحرية والعدالة والسلام. ودي اللي بتكون توصلنا لمرحلة شنو؟ التحول المدني الديمقراطي. دي اللي بتوصلنا لدولة المواطن والمؤسسات والقانون. يبقى ده المدخل بتاعنا نحن دارين الحرية تتغير تتحول تتوحد حول مطالبنا نحن كثورة، كشعب سوداني وعندنا ثورة عندنا مطالب فيها، المطالب دي لازم تنجز بعض. والمطالب دي عشان تنجز لابد انه يكون وراها إرادة حقيقية وعزيمة قوية جدا يدعم الشعب السوداني، لكن هي لازم تتوحد لنا. دي الحتة بتاعتنا، بالتالي احنا ما دارين منهم برنامج بتاع حددنا للوطن. لأنه احنا عندنا، نحن ادينا لهم، هم ما طالبين يفكروا فيه أو يصغوا كده، نحن عندنا مطالب الثورة دي بتمثل برنامج بتاع حددنا للوطن، إنه نحن دي المرحلة الأولى ممكن ننطلق فيها في بناء بلد. حنبنيه دي بننطلق من الحته دي، وبالتالي احنا ندعم خيارات الوحده للحريه والتغيير وانها تقوم بالتزاماتها الاخلاقيه والوطنيه. دي مسؤوليات كبيره عليهم انهم يقوموا بها. ودي ده المنخل اللي بنقوم احنا ندعم به يعني. ابو رحيق. صديق عاصم قال لماذا لم يستطع حملوك التعاون شركات الجسر من الجنوب؟ حملوك ما بيقدر يصير لانه انا ضربت مثل يا عاصم. في انه في عود هنا ابراهيم جابر ده مدير السودان التالي عارفه كويس انا عارفه كويس اي دول عارف اضافه لانه الشركه ذاتها شركه سودانيه حق للشعب السوداني بتحل ضائقه معيشيه. حمدوك انا معلومه بقولها ليه حقيقه انه حمدوك لاكثر من مره عده مرات بيعمل خطاب تحويله للصالح العام شيلوا برا زي بشار مدير الشرطه وبترسل الخطاب. ما انا قلت لك الاشكاليه ان هم بمسؤولين المرجعيه ودينا عاديه المشكله بتاعتها في الحاشيه بتاعت هنا ضعف الحريه والتغيير وقوه الحاشيه او التفكير او الذكاء الحاشيه بتاعت حمدوك انه غيبوا عشان خدوا هات نحن بنديكم دي وتدونا دي. الناس دي الان مستملكين على المشهد مدين اهم المفاوضات كلها تسلموها للجنه العامه هي المرجعيه وفقا للوثيقه الدستوريه الفقره 24 اللي بتقول لك انه في حاله غياب المجلس التشريعي وبالتالي غياب المجلس التشريعي هو عن قصد غياب المجلس في حاله غياب المجلس ترجع كل الصلاحيات لمنه؟ لمجلس السياده
من جهه السادة ما اثر فيهم منهم منهم والقوي فيهم منهم بالكلمة فيهم المهم كان العسكري ولا الاعلاميه صح؟ طيب الكلام ده بيرجع له بيعمل خطاب بتاع تنحيط الظل ده بيرسله لمن جهه السادة كباش بيقول له ما في سبب بنشيل البيت ظل يكون قاعد بس كده ده على مستوى بس الشركه بتاعته ده اللي ما بالك بانه شنو يمشي للشركات اللي هم هسه خاطين يدون فيها كده وفارشين كروش الشركات بتاعت الامن والجيش والجندوي جد مسيطر على الذهب كامل وبدافع عن مصالح ما بدافع عن ثوره ولا بدافع عن عمود الميليشيات تطلع عن طرق دي العصابه دي ميليشيات هم بيدافع عن الذهب المخدون بالرجال ده بيسلحوا له وبيدربوا له كده وقاموا اخذوا صفه الدوله اخذوا صفه الدوله بما هي جهه رسميه التعامل مع الدعم الدولي صحيح في المجتمع الدولي ما اخذ الضغط بالكلام الا هو المنطقه بتاعتنا بتاعت محور الشر ده اللي بيقول لك يا اخي دي القوات ما قوات سودانيه ما عندهم علاقه هم بالقوات النظاميه السودانيه دي حقيقه تمام وبالتالي بتضعف وهم بيقدروا يعملوا الحاجه لانه اوريدي هو بيعمل الحاجه الواضحه كشاهد بالنسبه للحريه التغيير انا حاولتها لكن هو عارف انه الحاجه بتاعته دي الموضوع ده عامل على قلق من زمان صحيح وبيمشي للجنة العامية مصلحة هنا شنو في تضاعفه والله بالعجوز هي الحلقة أنا 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 شخصيا المعلومات اللي عندي بتتقال وما بتتقال والتفاصيل كثيرة إنه الحاشية اللي هو مصطلح حال المزرعة مو الحاشية بتاع محمد روك هم ما البرنامج بتاعهم وتفكيرهم وتخطيطهم ما 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 قاعد ينسجم لي مع مطالب الثوره صراحه نهائي لانه في ايدهم بس المفاوضات اللي اتمهدت دي كانت بتمثل عماد للثوره في مطالبها الاساسيه وكان على رافع رفع الضغط المعيشي على المواطن واثنين السلام الدائم كلها قاموا سلموها مقابلين انه يلقوا حاجات قاموا سلموها للجنه الامنيه يعني نحن نديكم كده وتدونا كده حتى على اي حاجه في اللجنه الامنيه وبالتالي هم 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 ما بينسجموا مع خط الثوره ومطالب الثوره دي حقيقه انا ما بختلف معك صديق ابراهيم ترمزاي تحياتي لك محمد مراني لك التحيه صديق العزيز دكتور عارف الحاج تحياتي لك يا دكتور علي حسن تشرفنا بمشاركتك حول تظلط الضحى الثورة استكمال برامج الثورة نزل عن الوضع الاقتصادي وإمكانية معالجة الوضع من خلال مؤتمر اقتصادي والخطط محمد بن علي شوف أنا 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 ما قاعد أتفق مع مسائل المؤتمرات الاقتصادية دي أصلا ما متفق معها لأنها هي أصلا مرتبطة بالتفاصيل بتاعت منظمات دولية المنظمات الدولية عليك الحتة دي فاهم أكثر مني المنظمات الدولية ارتباطها ما بتديك حاجة لله ما في منظمة دولية بتقوم تخدمك لله وشروطها قاسية جدا صعبة جدا خاصة مع دولة أصلا ما عندها إمكانيات بتاعت الأساس الاقتصادي وبالتالي نحن مشكلتنا أساسية وبسيطة جدا نحن هسه أنت عارف يعني أنا أقول لك حاجة إنه كيف نحن نقدر أول شيء نتحكم في العملة بتاعتنا أول شيء نحن هسه بنعاني مثلا بتاع تضخم كبير جدا والتضخم ده مدخل لفشل كبير جدا لأي حاجة في الحياة وبيقوم بيأزم الحياة المعيشية بشكل كده بطال جدا يعني احنا مطالبين اول شيء العمله دي العمله والتضخم والتريليات اللي بتكلم عنها حمدتي وفخور بيها انه عملنا 200 تريليون خدناها احتياط لنا هو مفتكر انه القروش دي بس طباعه والموضوع ماشي كده ده ما عنده علاقه بالاقتصاد ولا هو دول بتدخلها مسكين لا احنا مطالبين يا اخواننا بحته اساسيه جدا اول شيء النظر في مساله العمله دي العمله السودانيه دي لابد من تغييره والليله يعني احنا بنعرف انه يعني بقياده الجنجميد ذاته عندهم اكبر مطابع للعمله السودانيه بيطبعوا ساكت وبوزعوا للناس دي يجب انه الفئه بتاعت ال 10 جنيه دي ما تزيد يعني ما نطبع ثاني 20 تكون عندنا فئه بتاعت 20 ولا 100 10 ليه؟ لانه لو في دول جاب مكنه وداير يدور يخسر لو داير يطبع 10 جنيه دي اعلى فيها عندنا 10 جنيه داير يطبع يخسر وبالتالي ما حيمشي يخدم عليه ده واحد اثنين نحن عندنا مصادر كيف انه الدوله تحط ايدها على مصادر اساسيه يعني الدوله لو اخذت ايدها على مصادر الذهب
والشركات بتاعت الجيش والعمل والشرطه. كافي جدا بان شنو تحولنا نحن للثوره الزراعيه شامله، وكافي جدا انها تخلينا نحن نقفل حدودنا بشكل كامل لمده 3 سنوات، نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، وبعد كده نخلق المصادر بتاعت الدخل بتاعنا او العائد بتاعنا الاجنبي ده من خلال ما ننتجه عن احنا. كده بنقوي قوتنا الشرائيه بتاعت عملتنا، بقوي عملتنا خليها في موازنه عالميه كامله، وفي نفس الوقت بنخلق مشاريع بتاعت التنميه، بنخلق مشاريع اقتصاديه، بنخلق طفره بتاعت التنميه ممكن توجه في الاتجاه ده. يعني احنا مشكلتنا بالمناسبه ما دايره حاجه من برا، لا دايره مؤتمر ولا دايره دعم من جهه ولا كده، نحن بس من دقن وفتين نسيطر على شركاتنا اللي مستولين عليها الكيزان، كانوا محولين للامن والجيش والشرطه، ونثور على مصدر الذهب فقط. دي بتكفينا في انه نخلق موازنه، يعني نعيد صياغه طباعه عمله جديده بمغاير جديده بفهم يوم ما تكون عندنا فيها اكثر من 10 جنيه. كده بنعيد هنا، وبعد كده مع الانفراج اللي بيحصل الدولي على الحظر كده بتاعنا، التعامل نضبط التعامل بتاع المغترب او المهاجر او اي دول خارج السودان عنده ارتباط في دعم مصر وكده كده عبر البنوك الوطنيه بوسائل تكون مسهله ويكون عادل، بيكون عندنا سيطره. بس المسائل